الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة عندنا كلام هام جدا، عندنا مباراة مهمة جدا إن شاء الله يوم السبت القادم. ولكن قبل ما أبدأ أتكلم مع حضراتكم عن هذه المباراة، عايز أتكلم عن طرف من أطراف هذه المباراة، الحكم الدولي بكاري جسامة الذي سيدير هذا اللقاء. طيب، احنا كجمهور وانا بتكلم النهارده بصفتي احد الجماهير المتواجده او اللي بتحب النادي الاهلي، احنا كجمهور شايفين ان من الممكن ان يكون هناك تحامل على النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره من الحكم بكاري جسامه. ولكن اعتقد ان هو كحكم في مثل هذه المباريات لازم يبقى يثبت للعالم كله، لان او لكل الناس اللي هتتفرج على هذه المباراه، ان هو واحد من افضل الحكام الافارقه اللي متواجدين خلال الفتره الاخيره. وده بالفعل كان لفتره طويله، كان بكاري جسامه واحد من افضل الحكام المتواجدين في القاره الافريقيه. ارتكب اخطاء واضحه الحقيقه ضد النادي الاهلي خلال الفترات الاخيره، وارتكب خطا واضح في عفوا النهائي الافريقي الحقيقه في الموسم الماضي زي ما حضراتكم عارفين. ولكن أن يتم وضع بكاري جسامة كحكم لهذه المباراة الهامة جدا والصعبة جدا والتي تؤهل أحد الفريقين إلى دور الأربعة أو الدور قبل النهائي، ده ثقة من الاتحاد الأفريقي في حكم من الممكن أن يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى في مثل هذه المباريات. دايما لما نيجي نتكلم مع حضراتكم أو لما بنتكلم مع حضراتكم دايما بتكلم عن النواحي الإيجابية لغاية لما يتم إثبات العكس، لو تم إثبات العكس. ولكن النواحي الإيجابية في مباراة إن شاء الله يوم السبت القادم، أن لو جينا بصينا للمواضيع أو للحقائق، واحد من أفضل الحكام هو من يدير هذا اللقاء، أفضل الحكام الأفارقة هو من يدير هذا اللقاء، على الرغم بين قوسين على الرغم من الأخطاء التي تسبب بكاري جسامة في خروج النادي الأهلي من البطولات الأفريقية. عد بقى وشوف البطولات الأفريقية الأخيرة أو البطولتين تحديدا الأخيرتين، بكاري جسامة كان له دور كبير جدا مع النادي الأهلي في خروج أو في خروج النادي الأهلي من هذه البطولة. وبالتالي خلينا دايما نبص، أنا كحكم أفكر إزاي في مثل هذه المباراة؟ أنا كحكم من المفترض أن أفضل دولة في القارة الأفريقية في الناحية الرياضية أو في ناحية كرة القدم هي مصر. وبالتالي أنا عارف أن كل المصريين زعلانين مني، أو معظم المصريين الأهلوية زعلانين مني، علشان أنا من وجهة نظر المصريين جيت على الأهلي في أمور كثيرة. أنا ما اتكلمتش معايا، ولكن أنا بفكر أو بشوف هو ممكن تفكيره الإيجابي يبقى إزاي. أنا عمري ما هنظر للتفكير السلبي، خدوا بال حضراتكم، أنا حتى لما باجي أتكلم على تحكيم سواء جوه مصر أو بره مصر، دايماً بقول إن الأخطاء واردة، إن الأخطاء واردة، إحنا بنوضحها من خلال الشاشة، ده طبيعي جداً إن إحنا نوضح الأخطاء، لكن بننتقد التحكيم أو بننتقد بعض الحكام، سواء في القارة الأفريقية في مباريات الاتحاد الأفريقي اللي بينظمها الاتحاد الأفريقي أو في المباريات المحلية. ولكن هل ده معناه ان الحكم وحش؟ لا، الحكم في اساسه كويس، الحكم بكاري جسامه من الاصل هو حكم جيد. قد تكون الظروف خلال الفتره الاخيره او خلال المباراتين الاخيرتين، ده بكاري طبعا جسامه، خلال البطولتين الاخيرتين كانت كلها ضد النادي الاهلي بما فيها حكم المباراه بكاري جسامه. فعشان كده انا خليني انظر لنصف الكوب المليان، ان هو عايز يثبت للجميع ان هو افضل حكم في افريقيا، وبالتالي سيعود لمصاف الحكام الافضل في افريقيا من خلال مباراه زي دي، من خلال مباراه النادي الاهلي ونادي سان داونز اللي بتقام في سان داونز او في جنوب افريقيا. والنتيجه جاي يعني بالنسبه له كحكم ان النادي الاهلي يبقى كسبان 2-0 في المباراه الاولى، اعتقد ان ده شيء مريح. وبالتالي انا بفكر كبكاري جسامه، كل شويه هقول لحضراتكم هذا الموضوع. فبالتالي انا هبقى عايز اعمل كل حاجه علشان اثبت ان انا حكم كويس. كل حاجه دي اللي هي ايه؟ تحقيق العداله ما بين الفريقين. عمر النادي الاهلي طوال تاريخه ما طلب ان حكم يديله حاجه زياده او يحسب له ضربه جزاء او يحسب له جون وهو مش جون. لا، عمرنا ما بنقول هذا الكلام، وعمرنا ما بنفكر في هذا الكلام. كل تفكيرنا
بيبقى في شيء واحد فقط. ودايما لو حضراتكم تاخدوا بالكم ان احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم في ايه؟ ان احنا الفريق استعد كويس وكذا 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 وكذا، وفي النهايه بنقول لحضراتكم ايه؟ يتبقى ان يكون هناك تحكيم عادل. عادل بمعنى ان هو بيدي للفريق الاهلي حقه وبيدي للنادي الاخر حقه. هي دي كره القدم وهي دي منافسات كره القدم بالمناسبه. فعشان كده انا بقول لحضراتكم خلينا ننظر الى النصف المليء من الكوب، ان بكاري جسامه حكم كبير وله اسمه وله تاريخه، وفي نفس الوقت هو راجل من افضل الحكام اللي متواجده، ما عندناش شك في الكلام ده بالمناسبه، ما عندناش شك في الكلام ده. ولكن يتبقى ان هناك بعض الاخطاء اللي ارتكبها بكاري جسامه من وجهه نظري، او مش من وجهه نظري، احنا دايما في النادي الاهلي بنتعلم كده، ان ما ينفعش تجرح في ذمم ناس، ما ينفعش تجرح في اعراض ناس. احنا بنقول ان هي اخطاء مقصوده بقى ومش مقصوده، دي ما نقدرش نتكلم فيها، ولكنها اخطاء واضحه ضد النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره او خلال البطولتين الاخيرتين. وبالتالي انا كبكاري جسامه عايز العب، عايز اقول للناس، عايز اقول للمصريين، عايز اقول للاهلاويه، واقول بالمناسبه برضو للجنه الحكام الافريقيه التي تدير الحكام في افريقيا ان انا افضل حكم متواجد. وبالتالي هو محطوط في خانه اليك ان العالم كله او الافارقه كلهم بيتفرجوا على بكاري جسامه. بكاري جسامه الفتره الاخيره حتى في تقييمه ما بقاش ياخد مباريات نهائيه، ما بقاش كذا، ما بقاش كذا في السنه الاخيره دي يعني. فهو عايز يرجع تاني ياخد المباريات النهائيه، وده ان شاء الله هيبقى من خلال مباريات النادي الاهلي ونادي سان داونز، اللي هو مش مطلوب منه حاجه غير تحقيق العداله ويكون محايد. انا كحكم او كقاضي لازم اكون محايد، لازم اكون في النص ما بين النادي الاهلي ونادي سان داونز. نادي سان داونز له هدف، احسب هدف، ما عنديش مشكله، ولكن انا لو ليا ضربه جزاء من فضلك احسب لي ضربه الجزاء، ما فيهاش اي مشكله. هو ده اللي انا بطلبه، وهو ده اللي انا براهن على ان بكاري جسامه هيعمله. انا ما معرفش، انا دايما ببقى او باخد النيه الطيبه الاول، معلش اعذرونا، احنا اتعلمنا دايما كده داخل النادي الاهلي الى ان يثبت العكس، يعني دي حاجه مش بتاعتنا يعني. لما يثبت العكس هنبقى نتكلم مع حضراتكم عشان يبقى في ايدينا دليل او دلائل. هي في النهايه هتبقى اخطاء، ولكن انا متخيل ان بكاري جسامه هيعمل مباراه عمره. اتمنى ان انا اكون صح، يا رب يا رب اكون صح، واتمنى وكل جمهور النادي الاهلي بيتمنى معايا ان انا كنت مش ان انا ان احنا كلنا كاهلاويه نكون صح. ولكن ثقتنا كبيره جدا في التحكيم الافريقي كالعاده. هو النادي الاهلي السنه اللي فاتت او اللي قبلها افتكر، السنه اللي فاتت لما كان هناك هجوم شديد على التحكيم المصري، وكان معظم الفرق المصريه كانت عايزه تحكيم من بره مصر، النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي، وانا جبت لحضراتكم، انا افتكر الحلقه دي كويس قوي، انا جبت لحضراتكم ايامها الاخطاء التي ارتكبها الحكام خلال الموسم السابق واثرت بشكل او باخر في النادي الاهلي، اثرت سلبا يعني ان هو فقد نقاط من التحكيم المصري. ولكن بننتقد التحكيم، دورنا ان احنا نتكلم في هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي بكيانه وباسمه عمل ايه؟ طلع بيان ساند فيه الحكام التحكيم المصري في الوقت ده. وبالمناسبه هو النادي الاهلي لما طلع بيان برضو على التحكيم من شويه، من شهرين ولا حاجه، التحكيم الافريقي، لو حضراتكم تاخدوا بالكم ان كل المسانده للجنه التحكيم الحكام الافريقيه، كل المسانده للجنه الحكام الافريقيه، بس انا عايز حقي، اديني حقي. من الممكن جدا ان يتم اتخاذ اجراءات تصعيديه، يعني في الوقت اللي كان بيتكلم فيه بيان النادي الاهلي من بعدها، لو حضراتكم تفتكروا رضوان جيد، واحد من افضل الحكام في افريقيا، حكم مباراه الهلال وكان له دور كبير في العداله. انا عارف ان الكلمه اصلا ممكن تتاخد ويقول لك بص بيقولوا ايه في قناه الاهلي، انا عارف، لكن كان له دور كبير في تحقيق العداله ما بين النادي الاهلي ونادي الهلال. من وجهه نظر الهلاليين كانت الامور كذا، من وجهه نظر النادي الاهلي برضه كان عندنا بعض، لكن في النهايه كان هناك ميزان للعداله ما بين وضعها حكم المباراه رضوان جيد.
خليني اقول لحضراتكم على رضوان جيد في مباراه الزمالك والترجي. اي 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 حكم تاني كان هيبقى عنده مشكله كبيره في الماتش ده، ولكن ادار المباراه بمنتهى الاحترافيه. نادي الزمالك هدفه مظبوط 100%، ما حسبش حاجه ضد نادي الزمالك. يعني برضو كان ميزان العداله موجود في مباراه الزمالك والترجي. فعشان كده انا بقول لحضراتكم احساس، ما اعرفش هيطلع، يا رب يا رب يبقى صح، واتمنى ان هو يبقى صح، ولكن احساس ان استنفار بكاري جسامه لمثل هذه المباريات ووضع بكاري جسامه في مثل هذه المباراه هي استنفار من لجنه الحكام الافريقيه. دي ليست معلومه، انا بتكلم باستنتاج. استنفار لطاقات بكاري جسامه الجيده اللي احنا عارفينها، اللي احنا شفناها وهو بيحكم لنا قبل كده مباريات جيده قبل السنتين اللي فاتوا. فكل اللي احنا عايزينه وكل اللي احنا بنطلبه، خلينا كجمهور النادي الاهلي نضع ثقتنا في حكم هذه المباراه ان هو هيدينا حقنا. الفاول اللي لينا يديها لنا، الفاول طبعا الاخطاء لازم، ما فيش حكم بيطلع 100% في كل قراراته، ولكنه واحد من افضل الحكام اللي متواجدين في القاره الافريقيه، لا غبار او لا كلام في هذا الموضوع. ارتكب اخطاء كثيره مع النادي الاهلي اثرت بشكل سلبي في خروجه من البطولات الافريقيه، واضح جدا. نتمنى، او انا شخصيا اتمنى، وانا الحقيقه قبل ما اجي اطلع اتكلم مع حضراتكم على قد ما اقدر بستقبل تليفونات على تليفوني الشخصي يعني بره الهوا من جمهور النادي الاهلي، واسالهم واقول لهم ايه رايكم في الموقف ده او في الموضوع ده. يقولوا لي والله كلام محترم وعاقل، نتمنى ان هو يحصل، نتمنى ان احنا نشوفه في المباراه القادمه امام سان داونز. هو ده اللي احنا نتمناه وهو ده اللي احنا عايزينه. الامور الاداريه النهارده الكابتن فتحي نصير ان شاء الله هيكون معايا، هو واثنين من النجوم الكبار الكابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن عادل عبد الرحمن هيكونوا معايا في الجزء الثاني من هذه الحلقه. كابتن فتحي نصير انا كنت بتكلم معاه قبل الهوا، وانا هخليه هو اللي يشرح لحضراتكم، لانه لما كان بيتكلم علميا لماذا سافر النادي الاهلي قبلها بخمس ايام مش باربع ايام او بثلاث ايام. ليه؟ ده كلام مهم جدا علميا بقى، مش كلام جايبينه من عند هنا ولا هنا، لا ده كلام كتب، كلام العلمي بيتقال ازاي. ليه النادي الاهلي سافر قبلها بخمس ايام؟ ليه النادي الاهلي ما سافرش قبلها بيومين وكان وفر على نفسه؟ عشان الاكسجين. طب ليه؟ ما بيرد عليا بيقول اكسجين، طب ما احنا عارفين انه عشان الاكسجين، بس ليه باربع ايام او ليه بخمس ايام مش باربع ايام ولا بثلاث ايام؟ هنقول لحضراتكم علميا. الكابتن فتحي نصير هساله في هذا الموضوع لانه موضوع مهم جدا. فعشان كده انا بقول لحضراتكم انا شخصيا ما اعرفش، انا مستبشر خير. كل الامور الاداريه الحمد لله تم التنسيق من بدري ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وما بين الكابتن سمير عدلي وما بين السفاره المصريه اللي كالعاده الحقيقه عامله شغلها وزياده. اللي بيتابع قناه النادي الاهلي خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا يعرف قد ايه ان السفاره المصريه او الدبلوماسيه المصريه متمثله في السفاره عامله شغل رائع كالعاده الحقيقه مع النادي الاهلي ومع كل الفرق المصريه. فعشان كده الحمد لله كابتن خطيب نظرا لاهميه هذه المباراه ونظرا لامور كثيره جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم، اختار هو ومجلس ادارته ان يكون الكابتن محمود الخطيب بقيمته وكرئيس مجلس اداره وكمشرف على كره القدم واسطوره من اساطير بقى كره القدم، بعيدا عن اشرافه على كره القدم وبعيدا عن ان هو رئيس النادي الاهلي، هو اسطوره من اساطير كره القدم. وبالتالي اللعيبه لما تشوفوا معاها وتشوفوا قدامها زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، دايما الكابتن موجود في كل التمارين. النهارده هم زي ما حضراتكم شايفين موجود، واه ظهره تعبان شويه وكل حاجه، انا مش عايز اتكلم عشان بس ما يقولكش مش عارف ايه، لكن هو في النهايه دائما ما يكون متواجد، دائما تمرين موجود، اللي انا بسمعه ان هو في العشاء في الغداء موجود دايما مع اللاعبين. فكانت حاجه جميله جدا وحاجه مبسوطين بالموضوع ده جدا، مبسوطين بالموضوع ده جدا، واكيد اللعيبه سعداء جدا بهذا الموضوع. فزي ما قلت لحضراتكم الموضوع كله الحمد لله تم التنسيق في كل الامور من كل النواحي، الحمد لله ما فيش اي مشكله. النواحي الاداريه تمام، النواحي الفنيه مسافر قبلها بخمس ايام علميا، هنقول لحضراتكم ليه الورقه والقلم بتقول ايه او الكتاب بيقول ايه، مش اي كلام جهجهوني كده وخلاص، لان الناس فوجئت ببعض الاصدقاء
من بعض يعني من لا يشجع النادي الاهلي، يعني بيهاجموا النادي الاهلي ان هو سافر قبلها. ايه يا عم انتوا فلوسكم كتير، يا عم انت مالك فلوسنا كتير ولا فلوسنا، انت مالك؟ هو انت عارف حاجه؟ اقرا الاول قبل ما تعرف هو ليه النادي الاهلي سافر. هو النادي الاهلي كل حاجه بيمشي بيها بطريقه علميه بالمناسبه يا جماعه، اقروا. الناس اللي بتهاجم لمجرد الهجوم، بعد اذن حضرتك اقرا، ما عنديش اي مشكله بالمناسبه. انا نفسي في بعض الامور، لكن لما اعرف ان لازم تسافر قبلها على الاقل باربع ايام لسبب علمي واضح، تعرف ان انت او اللي بيقول كده محتاج ان هو يقرا. مش هقول ان هو جاهل ولا لا، هقول ان هو محتاج ان هو يقرا ليه النادي الاهلي قرر ان هو يسافر يوم الاحد. بس مش هقول حاجه تانية، اقرا حضرتك انت عايز ايه او الموضوع ماشي ازاي، هتعرف هما ليه 5 ايام. فالامور الحمد لله ماشيه بشكل جيد. يتبقى فريق السان داونز لسه كنا بنتكلم انا وفريق الاعداد بنتكلم على ان فريق النادي الاهلي ونادي سان داونز من افضل الفرق في ال8 فرق اللي موجودين، ان لم يكونوا الافضل في ال8 فرق اللي موجودين. فعشان كده مباراه صعبه، هتلاقي فريق سان داونز ما بيلعبش داشنج، ما بيلعبش بخشونه، ما بيضربش، ما بيعملش. هيتبقى ايه؟ اذا النادي الاهلي مستعد بشكل جيد، نادي سان داونز من الفرق اللي بتلعب كوره سرعات وكذا وكذا وكذا، لكن هنتكلم في الامور الفنيه. فيتبقى العامل اللي فاضل، وهو عامل التحكيم. بكاري جسامه هو اللي هيتبقى ان شاء الله. لن يخيب ظن كل الاهلاويه. انا مش عايز حضرتك تديني ضرب جزاء، مش عايز حضرتك تحسب لي جون ضرب جزاء مش ضرب جزاء يعني، مش عايز حضرتك تحسب لي جون مش جون، لا، انا عايزك تبقى عادل ما بين الفريقين. ان شاء الله ربنا هيسهل، واتمنى اللي انا بتكلم فيه ده يحصل ان شاء الله يوم السبت القادم. يوم السبت، انا اسف، يوم الاحد اللي فات اتكلمت مع حضراتكم عن تغير تصريحات بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني، و قبل ما اتكلم عن بيتسو موسيماني، الاستاذ خالد علي المنسق الاعلامي لنادي سان داونز ذكي جدا، بيوجه الامور في ناحيه قناه الاهلي، ذكي منتهى الذكاء. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني انتوا بتتفرجوا على، يعني كابتن شوبير كان بيساله بيقول له بتتفرجوا على تمرينه الاهلي والكلام ده، قال له يعني قناه الاهلي مش مخليانا عايزين حاجه. طب يعني كويس والله، يعني اولا انا ببقى مبسوط وسعيد لما بيتقال الكلام ده، كويس جدا. ولكن لما تيجي تعيد كل الفيديوهات او كل اللقطات اللي طلعت على قناه الاهلي، انا هقول لحضراتكم من ساعه ما انا اشتغلت، مش انا يعني، من السنه اللي فاتت، وهناك بعض الامور الفنيه اللي ما ببقاش الناس كلها تقعد تقول لي انت ما بتسالش في فلان ليه؟ انت ما بتسالش في علان ليه؟ ليه ما بتقولش النقطه دي مع انك كنت متكلم معانا فيها بره؟ اقول لهم يا جماعه لانه انا يعني النادي، القناه دي بتمثل النادي الاهلي، وبالتالي انا لازم ابقى واخد بالي وانا بتكلم. انا يهمني النادي الاهلي، ما يهمنيش نادي تاني. بالمناسبه يعني. فعشان كده ذكي، هو راجل ذكي. هم الحقيقه في تصريحاتهم من الواضح عفوا البرد معلش، من الواضح ان هم بيحاولوا يلهوا النادي الاهلي في امور اخرى اذكياء. خلي بال حضراتكم ده ذكاء. قال لك قناه الاهلي، اجي اتفرج على قناه الاهلي بنذيع اول 10 دقائق في التمرين، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيقعد يعمل الحركات اللي كلنا بنعملها بقالنا 100 سنه، يعني الحاجات اللي هي التسخين العادي، 4-2، 3 على مش عارف ايه، ماسكين بعض وبيلعبوا الكره في النص بينهم، الحاجات الطبيعيه. حتى نجومنا الكبار المحللين اللي بيبقوا موجودين معانا لما بيجوا يتكلموا، هم نفسهم بيبقوا واخدين بالهم جدا من طريقه كلامهم. ممكن تلاقيهم بيتكلموا بعد الماتش اكتر من قبل الماتش. فذكاء، هو ذكاء من المنسق الاعلامي الحقيقه خالد علي. انا بقى احييه عليه على فكره، انا مش متضايق ولا زعلان، لانه جمهور النادي الاهلي عارف ان قناه النادي الاهلي لا تعمل الا في مصلحه النادي الاهلي.
احنا بنعملش في ما بنشتغلش في مصلحه تاني. مره مش عارف المفروض ان انا اقول موضوع زي ده ولا ما اقولوش، لكن كان في احد المباريات وكان يجب ان يتم اذاعتها، وخلي بالكوا ده سبق لانها ما كانتش متذاعه في اي حته في البطوله الافريقيه بالمناسبه. فاللي حصل ايه؟ ان تم الاتفاق، كان عندنا مباراه السوبر الافريقي، السوبر الافريقي، مناوره من المناورات اللي نجحت فيها اداره الاهلي مع قناه الاهلي في ان هي تخبي كل حاجه، مع انها كانت هتعمل نسب مشاهده كبيره جدا جدا جدا، لكن مصلحه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي كلام مهم جدا لازم نقوله. انا معرفش ان انا المفروض اقول حاجه زي دي ولا لا، لكن يعني اتكلمنا فيها. فاحنا كويس عارفين كويس جدا بالمناسبه ايه اللي احنا ممكن نذيعه وايه اللي ممكن ما نذيعوش، ايه اللي ممكن نتكلم فيه وايه اللي ممكن ما نتكلمش فيه. يعني احنا النهارده مثلا مع نجومنا اللي هيكونوا متواجدين معانا ان شاء الله بعد قليل هنتكلم عن سان داونز، مش هنتكلم عن النادي الاهلي مثلا. يعني ليه؟ لان انا محتاج ان انا افصل سان داونز، افصله ناحية اليمين عامل ازاي، ناحية الشمال عامل ازاي، من قدام هيهاجم ازاي، هل هيضغط على النادي الاهلي، هل هيقف ورا. هنسأل نجومنا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا. فذكاء طبعا من الكابتن او الاستاذ خالد علي بيحاول ان يدير الدفة ناحية قناة النادي الاهلي، لكن ما فيش اي مشكلة. الدفة يعني ان هو ايه، ان يعني بيخبط الجمهور في قناة، يعني حاجات كده يعني زي ما حضراتكم عارفين. ولكن في النهاية لما جالي كميه تعليقات على الموضوع ده، الحقيقه قد ايه جمهور النادي الاهلي واعي، قد ايه جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا ان الـ 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 العمل او الشغل اللي احنا بنعمله في صالح النادي الاهلي وليس في صالح حد تاني. فبيتسو موسيماني بدا يتكلم في ايه بقى، وانا اتكلمت مع حضراتكم ان هو بدا يغير تصريحاته من ناحيه التنويم المغناطيسي والكلام ده. النادي الاهلي وانا السي في بتاعي احطه فوق، السي في بتاع فايلر احطه فوق، يبقى انا السي في بتاعي يتحط تحته، والكلام الحلو، والنادي الاهلي ده احسن مش عارف افضل نادي. طبعا صحيح، ولكن هو كان بيقول كده، عمرنا ما شفنا اي مدرب بيقول الكلام ده. دلوقتي بدا يقول لك ايه، ان احنا هنفتح المدرجات لاي حد هيلبس تيشيرت اصفر ويخش. يعني انت تذكرتك في مباراه النادي الاهلي وسان داونز لجمهور جنوب افريقيا ان انت تلبس فانيلا صفرا بتاعت سان داونز هتخش. فدي اولى الامور مجانا، فدي اولى الامور اللي هيتبعها سان داونز عشان يملى الاستاد، لان هو مش متاكد ان الاستاد هيتملي. خلاص ده مبدئيا. التصريحات قال لك اصل انا جبت 11 جون، هو انت جبت 11 جون في مين؟ مش فاكر، انا حتى مش فاكر اسم الفرقه اللي حضرتك جبت فيها 11 جون. ابتدت التصريحات تميل الى ناحيه الاثاره. خدوا بال حضراتكم، بعد ما كان هناك تنويم 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 تنويم، اصبحت الامور تسير في اتجاه الاثاره. على فكره زي ما بقول لحضراتكم، انا بس بوضح، لكنه هو من حقه يقول اللي هو عايزه ومن حقه يعمل اللي هو عايزه. فامور كثيره. طيب قبل بس ما اتكلم عن او اكمل كلامي في هذا الموضوع، خلونا نروح لزميلنا فاروق صلاح يطمنا على بعثة النادي الأهلي في يومها الثاني أو الثالث النهاردة الحقيقة من أيام أو قبل مباراة نادي سان داونز. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح يطمنا على البعثة. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني انا هاخد من كلام حضرتك يا كابتن اسلام، وواضح ان حضرتك متعايش ومتابع جدا الامور هنا في بريتوريا وتصريحات مستر موسيماني، وزي ما حضرتك قلت بدات التصريحات تميل للاثاره بعد التنويم المغناطيسي. يعني برضو مش هزيد على الكلام اللي حضرتك قلته، فعلا بدات يعني ظهور نوع جديد من التصريحات. ان النهارده شفنا بعض الصحف في بريتوريا وفي جنوب افريقيا بتتكلم
بيتكلم على صعوبه فوز فريق صن داونز على النادي الاهلي، وان النادي الاهلي هو اللي هيتاهل. يعني بعض الصحف تنبأت وتوقعت بفوز النادي الاهلي على صن داونز هنا او فوز صن داونز على النادي الاهلي هنا بنتيجه 2-1، والنتيجه دي تاهل النادي الاهلي. موسيماني بيميل برضو للتصريحات اللي هي يعني زي ما حضرتك عارف قوه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي فريق كبير، وان النادي الاهلي جاي هنا علشان يحقق الفوز. الجماهير بتتاثر، يعني جماهير صن داونز هنا بتتاثر بشده بتصريحات موسيماني، وواضح اللعب على الاوتار النفسيه والحرب النفسيه اللي الجماهير بتتاثر بيها. ولكن الجماهير النهارده يعني كان لينا بعض اللقاءات مع الجماهير ورصد الاراء وانطباعات الجماهير هنا في بريتوريا، عندهم ثقه في لعيبه صن داونز، لكن ما بيحلموش او يعني ما عندهمش توقع ان نتيجه الموسم الماضي تتكرر. ما هو ده من ضمن التنويم المغناطيسي برضه، فريق في القاره الافريقيه، عارفين ان النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي. بالظبط يا كابتن اسلام، بالظبط. يعني انا بقول لحضرتك يعني في يعني تناقض شويه ما بين تصريحات الجمهور وما بين تصريحات موسيماني، تصريحات وسائل الاعلام. يعني بعض الصحف برضو خرجت ان هي قالت ان صن داونز طريقك للنهائي هو احراز المزيد من الاهداف، وده امر احنا لا طبعا لا نتمناه يا كابتن اسلام. لكن يعني نروح من جانب التصريحات وحديثهم في وسائل الاعلام، عايز اطمن حضرتك اكتر يا كابتن اسلام على حاله الطقس هنا والاجواء في بريتوريا. يعني درجه الحراره النهارده كانت 25 درجه مئويه، يعني تتمنى يستمر درجات الحراره في يعني في هذا المعدل حتى موعد المباراه. حاله من التركيز، حاله من الهدوء، حاله من التركيز زي ما قلنا والهدوء، بتفرض نفسها على بعثه فريق النادي الاهلي. النهارده فريق النادي الاهلي ثالث الايام في بريتوريا، أدى النادي الأهلي مرانه في تمام الساعة 3 عصرا على ملعب مجمع ملاعب جامعة بريتوريا. وأنا دايما يا كابتن إسلام بشيد بملاعب مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، منطقة بتحتوي يا كابتن إسلام على أكثر من 18 ملعب، أيضا فيها أكبر مركز للقياسات الطبية والبدنية، فيها أكبر مركز أيضا للتأهيل والاستشفاء. يعني صرح كبير جدا، الجهاز الفني أشاد بهذا الصرح وأشاد ب الملاعب. تمرينة قوية جدا النهارده يا كابتن اسلام، يعني نقدر نقول ال 20 لاعب ال 17 لاعب والثلاث حراس مرمى الموجودين مع فريق النادي الاهلي بيضعوا مستر ريني فايلر في حيرة من امره. يعني حتى مستر فايلر حيرنا كلنا، تقدر تقول لحد دلوقتي يعني بتشوف ثلاث او اربع تشكيلات مستر ريني فايلر بيحاول ان هو يلعب، يعني يفكر فيهم، بيحير الدنيا كلها، محيرنا كلنا في نفس الاطار. ال 20 لاعب كلهم يا كابتن اسلام على درجة عالية من الجاهزية. يعني من الامور برضو كابتن اسلام اللي يعني اللي احنا متعودين عليها في النادي الاهلي، وحضرتك كواحد من نجوم النادي الاهلي اللي عاصرت وعشت ايام مجيده مع النادي الاهلي، الروح اللي ما بين اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز واحد. يعني النهارده تشوف علي معلول هو اول واحد بيسقف او بيحيي او بيشيد بايمن اشرف لو عمل كره حلوه في التدريب. نفس الامر بينعكس مع محمد هاني مع احمد فتحي، نفس الامر اللي بنشوفه من ياسر ابراهيم مع محمود متولي مع رامي ربيعه، نفس الامر اللي بنشوفه من اجاي مع مروان، من بادجي مع جيرالدو، من ديانج مع السولية، مجدي أفشة مع وليد سليمان. خبرات لاعب النادي الأهلي وزي ما قلت الروح اللي هي أعتقد يا كابتن إسلام الروح والحب اللي موجود ما بين اللاعبين هتكون هي عنوان لاعبي النادي الاهلي في هذا اللقاء. زي ما قلت لك كابتن اسلام ال 20 لاعب يعني دلوقتي او بعد بكره او يوم المباراه مش حدش هيقدر يتوقع تشكيل النادي الاهلي لحاله الجاهزيه الفنيه والبدنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي. الحمد لله يا كابتن اسلام يعني بدون اصابات ما شاء الله لاعبي النادي الاهلي كل اللعيبه جاهزين. برضه يا كابتن اسلام عايز يعني انقل حضرتك ايضا للكواليس الخاصه، يعني منذ لحظات او منذ يعني ساعات قليلة كان دعوة من معالي السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية بجنوب أفريقيا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة، والكابتن سمير عدلي والبعثة الإعلامية المرافقة لفريق النادي الأهلي بدعوة على العشاء في منزل السفير. معالي السفير تحدث عن قيمة ومكانة النادي الأهلي ودور النادي الأهلي ليس مقتصر على الرياضة فقط، ولكن دور وطني، وقيمة ومكانة الكابتن محمود الخطيب والسعادة اللي كانت يعني على وجوه أفراد الأسرة بالجميع
وجميع مسؤولي السفاره يعني لمجرد تواجد الكابتن محمود الخطيب واستعرض الكابتن محمود الخطيب ذكرياته مع جنوب افريقيا، ان دايما جنوب افريقيا بالنسبه للكابتن محمود الخطيب هي مكان للتكريم. يعني الكابتن الخطيب بتذكر يعني امرين مهمين جدا، تذكر يعني وقت تكريم النادي الاهلي بجائزه النادي القرن الافريقي، كانت برفقه رحمه الله عليه الكابتن الكبير كابتن صالح سليم هنا في جوهانسبرج، وتكريم النادي الاهلي. المره الثانيه ايضا للكابتن الخطيب اللي تذكرها كانت عام 2010، والدعوه اللي وجهت للكابتن الخطيب وتكريمه من الاتحاد الافريقي كاحد اساطير كره القدم الافريقيه في مستهل افتتاح كاس العالم 2010 بجنوب افريقيا. ايضا من الامور المهمه واللي برضو من خلال حضرتك وتبقى حصريه لقناه النادي الاهلي يا كابتن اسلام، يعني مسؤولي صن داونز كان عايز يعني تمرين النادي الاهلي المران الرئيسي على ملعب لوكاس موريبي، كان يعني في بعض الامور عايزين ان التمرين الاهلي يكون غدا على ملعب لوكاس موريبي والمؤتمر الصحفي، ولكن تمت الاتصالات وتم التواصل يعني بفريق صن داونز حب ان النادي الاهلي يعني يتمرن قبل المباراه بيوم على نفس الملعب زي الامر ما اتكرر مع النادي صن داونز في القاهره. ولكن يعني المراقب العام اللي وصل، المنسق العام للقاء اللي وصل منذ ساعات قليله الى بريتوريا وجنوب افريقيا، تفهم الامر من مسؤولي النادي الاهلي وتم الالتزام بان النادي الاهلي هيأدي مرانه غدا على الملعب اللي بيأدي عليه اللي هو مجمع ملاعب بريتوريا، ثم المران الرئيسي هيكون يوم الجمعه القادم بمشيئه الله المران الرئيسي على ملعب لوكاس موريبي. دي كانت كواليس خاصه يعني اخيره في خلال الساعات اللي فاتت يا كابتن اسلام. لكن برضه عايز اطمن حضرتك من نقطه ثانيه مهمه جدا يا كابتن اسلام، اقبال كثيف من جماهير صن داونز على شراء تذاكر اللقاء. يعني من الامور ايضا المهمه جدا ان جماهير صن داونز يعني اللي بيرتدي قميص فريق صن داونز بيروح ياخد التذكره او الحصول على التذكره بنصف ثمنها. في بعض الامور بتقول ان الابواب هتفتح ولا مجانا. على الجانب الاخر يا كابتن اسلام، افراد الجاليه المصريه والعربيه هنا في بريتوريا، اتفضل يا كابتن اسلام. بقول لك بنصف ثمنها ولا مجانا؟ يعني انا لسه قايل ان هي مجانا، فحضرتك دلوقتي بتصحح لي المعلومه وبتقول لي ان هي بنصف ثمنها. بقول لا لا بقول لحضرتك بالظبط يا كابتن اسلام، اللي بيرتدي قميص صن داونز بياخد التذكره بنصف تمام ثمنها تمام. 20 اللي هو 20 راوند اللي هو العمله عمله جنوب افريقيا اللي هي يعني تقدر تقول بقيمه 20 جنيه مصري، هي نفس السعر. لكن خلال الايام القادمه من المحتمل ان هيتم فتح الابواب مجانا لجماهير صن داونز. يعني الامرين موجودين يا كابتن اسلام دلوقتي، ببيع التذاكر والاقبال على التذاكر للي بيرتدي قميص صن داونز بنصف الثمن، ويعني خلال الايام القادمه يبقى هيتم فتح الابواب مجانا. من الامور المهمه جدا اللي احنا عايزين نتكلم عليها بخصوص الجاليه المصريه والعربيه وتجميعهم للقاء، هناك بعض المصريين في الدول المحيطه بجنوب افريقيا سواء ناميبيا او زامبيا او موزمبيق، مصريين طلبوا انه الحضور ويعني مصرين ان هم يكونوا موجودين في مؤازره ومسانده فريق النادي الاهلي. نطمن يا كابتن اسلام ان شاء الله على بعثه فريق النادي الاهلي، نطمن على الحاله الفنيه الحاله البدنيه للعيبه النادي الاهلي، وانا موجود معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار او اي تساؤل. بكره ان شاء الله كيف سيسير يوم النادي الاهلي؟ فطار، غدا، عشاء، تمرين، الدنيا هتمشي ازاي بكره حتى نهايه اليوم؟ تمام يا كابتن اسلام، غدا بمشيئه الله الفريق هيتناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 11:30 ظهرا، ثم هيكون التحرك في تمام الساعه 2:30 ظهرا الى ملعب المران، الملعب اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني بمسافه 15 دقيقه، ملعب ومجمع ملاعب جامعه بريتوريا. يعني زي ما قلنا ده يعني حتى موعد تدريب ومران النادي الاهلي. من المحتمل يعني برضه عايز اكون اقول لحضرتك على معلومه تكون صحيحه، يعني حد دلوقتي من المحتمل ان ممكن يكون المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه غدا، يعني دي تلك الامور بيتم التشاور فيها، من المحتمل ان ممكن يكون المؤتمر الصحفي غدا بمشيئه الله، او هيتم تاجيله ايضا مع المران الرئيسي ليوم الجمعه.
بجانب هذا الامر هو ده برنامج فريق النادي الاهلي، حاله من السريه، حاله من الجديه، حاله من التركيز بتفرض نفسها على الفريق وبعثه فريق النادي الاهلي. يا كابتن اسلام، وجود الكابتن محمود الخطيب بالنسبه للاعبين، اعتقد ان الكابتن خطيب لما يكون رئيس للبعثه بيدي افضليه كبيره، وان اللعيبه تحس اكتر طبعا باهميه هذه المباراه. حضرتك يعني اثرت واتكلمت في نقطه مهمه جدا وفي غايه الاهميه يا كابتن اسلام. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني حتى حديثنا مع معالي السفير شريف عيسى او مسؤولي الجاليه المصريه، يعني احنا سالناهم انتوا دايما متواجدين مع النادي الاهلي في السنوات الاخيره خلال العشر سنوات او السنوات الكثيره اللي مضت في حضور النادي الاهلي لجنوب افريقيا، ايه اللي انتوا شايفينه جديد في هذه المره وهذا العام؟ قالوا وجود الكابتن محمود الخطيب. والنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها يا كابتن اسلام، اهميه وجود الكابتن الخطيب والرسائل اللي يعني بدون ما الكابتن الخطيب يتكلم هي وجوده فقط اعتقد بيوصل الكثير من الرسائل للاعبي النادي الاهلي اللي عارفين قيمه ومكانه البطوله عند الجماهير النادي الاهلي وعند الكابتن الخطيب وعند اللعيبه كل اللعيبه. اعتقد الكابتن الخطيب كان في حديثه ايضا مع اللاعبين ان هو نستمر على نفس الاداء، نستمر على نفس الاداء البطولي والرجولي اللي شفناه في مباراه الذهاب. رسائل كتير جدا الكابتن الخطيب وصلها بتواجده مع كرئيس للبعثه للاعبي النادي الاهلي اللي على قدر المسؤوليه، اللاعبين بيعوا هذا الامر وجميعا على قدر المسؤوليه. ونقطه مهمه جدا برضو يا كابتن اسلام عايز ان انا اقولها من خلال حضرتك، من الامور المهمه جدا اللي تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي وتحسب للنادي الاهلي شقين ونقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى الحضور مبكرا الى جنوب افريقيا وبريتوريا، ده اللعيبه تاقلمت سريعا مع الجو ومع الاجواء، ودي كانت نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه يا كابتن اسلام واعتقد ان حضرتك هتتكلم عنها وتستفيد فيها، ان النادي الاهلي دي اول رحله للخارجيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي يصطحب معاه في الفتره الاخيره طبيب تغذيه وهو طبيب بشري دكتور عبد الرحمن سعيد، ده متخصص في التغذيه، وحضرتك عارف الاجواء الافريقيه ووجود نوعيات الاكل اللي تتناسب مع اللاعبين، خاصه ان احنا نلعب المباراه في الثالثه عصرا ونقصل يعني مع ارتفاع حراره الجو او اللعيبه بتفقد الكثير من السوائل والاملاح، فدي كانت نقطه مهمه ايضا تحسب لاداره النادي الاهلي والجهاز الفني. أنا بشكرك يا فاروق، ودائما بتدينا الأخبار بشكل جميل. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من بريتوريا. زي ما حضراتكم شفتوا يعني ده كان طولنا أكتر مع فاروق، لأنه أنا متأكد أن كل جمهور النادي الأهلي عايز يعرف أخبار النادي الأهلي، إيه اللي بيحصل في بريتوريا. زي ما حضراتكم شفتوا دايما بنجيب لحضراتكم كل الكواليس لنقدر نزاحها أو نقولها لحضراتكم من خلال زميلنا فاروق صلاح. عايز أقول لحضراتكم النادي الأهلي في جنوب أفريقيا حماس وجدية وتفاؤل. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم عن أهم أو واحد من أهم النجوم اللي موجودة في النادي الأهلي بعد ما نشوف هذا التقرير. الجدية، الحماس، التفاؤل هو الشعار للاعب المارد الأحمر في معسكرين في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا استعدادا لموقعة صنداونز في الثالثة من عصر السبت المقبل في إياب دور ثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة المرتقبة التي يتطلع فيها نادي القرن الإفريقي لتحقيق نتيجة جيدة تضمن له الصعود للدور النصف النهائي في البطولة الإفريقية في خطوة جديدة نحو استعادة الأميرة السمراء الغائبة عن دولاب بطولات المارد الأحمر منذ 2013. لا حديث داخل البعثة بجنوب إفريقيا إلا عن تقديم مباراة قوية وتحقيق الهدف المطلوب وإسعاد الجماهير الأهلوية في كل مكان. فمنذ وصول البعثة جنوب إفريقيا صباح الاثنين الماضي برئاسة الكابتن محمود الخطيب هناك تركيز على العودة بتأشيرة الصعود، حيث حصل اللاعبون على قسط من الراحة عند الوصول، بعدها توجهوا إلى أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة لخوض أول ميران في جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز. بعدها عاد اللاعبون لفندق الإقامة وحضور محاضرات بالفيديو جهزها أسوسرير نيفايلر المدير الفني لنقاط القوة والضعف في صفوف المنافس،
خاصة في المباريات التي يخوضها على ملعبه قبل أن يتناول اللاعبون العشاء ويخلدون للراحة التامة. في اليوم التالي وعقب تناول اللاعبين للإفطار كان هناك محاضرة أخرى قبل خوض الميران الثاني في أحد الملاعب القريبة التي شارك فيها الثنائي أحمد فتحي والناجري جونيور أجاي، أعلن عن جاهزيتهما للقاء المرتقب. بعدها خلد اللاعبون للراحة وسط تركيز وتفاؤل كبيرين ومحاضرات نظرية وبالفيديو للاعبين من فايلر، وحرص اللاعبون على عقد جلسات فيما بينهم لتحفيز بعضهم البعض، وتعاهدوا على بذل قصارى جهدهم من أجل تأشيرة العبور لنصف نهائي البطولة. تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين على أن الفريق خاض شوطاً أمام صن داونز في القاهرة قدم أداء قوياً، لكن يبقى شوط ثاني والحاسم يوم السبت المقبل هو شوط إقصائي وفي نفس الوقت يؤهل للدور النصف نهائي، يحتاج كما أكد عبد الحفيظ إلى التركيز بشكل أكبر. طيب رجعنا لحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. علي معلول، علي معلول واحد من أهم وأفضل اللاعبين المتواجدين في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعد كأس الأمم الأفريقية واستبعاده من قبل المدير الفني الفرنسي في لمنتخب تونس في ذلك الوقت، الحقيقة برضو كان هناك حملة كبيرة على علي معلول من قبل بعض من لا يشجع النادي الأهلي، ولكن علي معلول دائما الحقيقة بيسكت، ما بيردش، بيرد كالعادة من خلال الملعب زي ما اتعلمنا احنا دايما، كل طريقتنا وكل اسلوبنا وكل كلامنا داخل النادي الاهلي بيبقى من خلال الملعب، ملعب بس هو اللي بيرد، ملعب بس هو اللي بيخليك تبقى دايما النادي الاهلي، كلمة النادي الاهلي فوق الجميع، النادي الاهلي فوق الجميع جوه الملعب في كل الرياضات المختلفة، لانه احنا جوه الملعب كل اللاعبين بيحاولوا يبذلوا مجهود كبير جدا عشان تقدر تكسب المباراة وفي النهاية تصل الى ان انت تكسب البطولات اللي النادي الاهلي كسبها. علي معلول رد من خلال الملعب، رد قاطع وواضح وصريح على كل الناس اللي كانت بتهاجم علي معلول في فترة من الفترات. علي معلول زي ما حضراتكم شايفين، ناس كتيرة جدا كانت بتقول ان مثلا علي معلول ده ما بيعرفش يدافع، انا بقولها لكم صراحة بمنتهى الصراحة، شفتوا علي معلول وهو بيدافع بيدافع ازاي؟ شفتوا علي معلول في المباراة السابقة اللي المفروض يكون له دور هجومي كبير جدا، راح غطى كورة لو ما كانش موجود فيها كانت تبقى هدف، او يعني كانت هتبقى فرصة خطر ضد النادي الاهلي. هو ده اللاعب الدولي. في بعض الاحيان كرة القدم انت عمرك ما بتبقى عامل كده وتفضل تطلع على طول، لا، كرة القدم كان دايما الله يرحمه كابتن جوهري، ما كنا صغيرين في المنتخب كان يقولك ايه، كان يقولك يا جماعة انا مش عايز لعيب يلعب لي ماتش ويبقى 9/10 وبقية الماتشات 3.2/10، لا انا عايز لعيب يديني 7/10 8/10 6-7 ماتشات الثبات في الاداء سواء هجوميا او دفاعيا، فمش معنى ان انت تقل شويه تبقى انت لعيب وحش. وانا بقول الكلام ده على كل لعيبه النادي الاهلي، ولكن انا بخص علي معلول لان احنا ده اللي بنتكلم عنه دلوقتي. علي من افضل اللاعبين اللي متواجدين هجوما ودفاعا، هجوما ودفاعا، لانه ممكن جدا انت لو بتلعب باك ليفت ان انت تعمل ايه، ان انت في ماتش حاسس ان الدنيا يعني اخف شويه من ماتش تاني تبتدي يعني تقرب شويه من الناحيه الهجوميه وتسيب بس ايه السرد باك اللي وراك هو اللي يغطي، فعلى حظك ان هي تيجي من ناحيه من وراك 5-6 كور فيبان ان انت ما الكلام اللي كان بيتقال، ولكنها في الحقيقه عندما يكون علي معلول في قمه تركيزه وده بنشوفه تقريبا في 90% من المباريات اللي بيلعبها علي معلول، علي معلول بيبقى هجوميا جيد جدا، دفاعيا رائع جدا، وده اللي شفناه. انا مش بقول كلام عشان انا في قناه الاهلي وبطبل لعلي معلول، لا، انا بقول كلام لو كان ينفع ان انا اجيب لحضراتكم اللقطه اللي فاتت انا كباك رايت، وانا اسف ان انا بقول انا، يعني عارف قد ايه في مثل هذه اللقطه اللي هي في مباراه سان داونز لو علي ما كانش مغطي كويس كان الكره دي هتبقى هجمه خطر جدا جدا على النادي الاهلي، ولكن تخطيطه من بره لجوه عملها 10/10 بتوريك قد ايه هو مركز في المباراه وقد ايه هو مركز في الدفاع، وهو اللي جاب الجونين وعمل جونين غيرهم او ثلاثه غيرهم، كان يعني عمل بالعرض كام كره كويسه. هو ده علي معلول. خلينا نطلع نشوف
تقرير عن علي معلول، وبعد هذا التقرير هنستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن إبراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. نطلع نشوف النجم أو تقرير عن النجم علي معلول ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار. اطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر على جاهزية التونسي علي معلول ظهير الأيسر للفريق لمواجهة الإياب للدور الربع النهائي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، حيث انتظم في ميران الفريق بجنوب إفريقيا بعدما خضع لبرنامج تاهيلي على مدار اليومين الماضيين بسبب معاناته من الإجهاد البسيط في العضلة الأمامية، الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي باستاد القاهرة. اكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تاهيلي تحت إشراف الدكتور خالد محمود الذي أعلن جاهزية اللاعب بعدما خضع لبرنامج تاهيلي خاص للتعافي من الإجهاد في العضلة الأمامية. يعد الظهير التونسي أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف نادي القرن الإفريقي خلال السنوات الأخيرة، لما يتميز به من جهد وفير وروح قتالية عالية وقدرات فنية رائعة في صناعة الأهداف لزملائه بالفريق، بجانب مهارته في التسجيل أيضا والتي حسمت العديد من المباريات للأهلي، كان آخرها لقاء الذهاب أمام صن داونز عندما سجل الأهلي الهدف الأول بمهارة كبيرة وأضاف الثاني من ركلة جزاء، مما لا شك فيه أصبح علول معشوق الجماهير الأهلوية في ظل مستواه الذي يتطور يوما بعد الآخر، لدرجة أنه لا تمر مباراة يشارك بها إلا ويترك بصمته داخل المستطيل الأخضر، يساهم مع فريقه سواء في إحراز هدف أو صناعة أهداف لزملائه من الجبهة اليسرى، الأمر الذي جعله بمثابة الورقة الرابحة بالنسبة للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة فايلر. صنع معلول لنفسه مكانة كبيرة لدى عشاق أصحاب الرداء الأحمر، ليبقى دائما هو رهان الأهلي الناجح ومالك الحلول في الأوقات الصعبة، ليس فقط بسبب فنياته الكبيرة ولكن لشخصيته وروحه وإصراره على الفوز، لدرجة جعلت البعض يطلق عليه أنه أحد أبناء النادي الأهلي منذ الصغر، لأن تلكم الجينات هي التي يورثها الأهلي لناشئيه في مختلف المراحل السنية. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، ازيك كابتن فتحي؟ ازيك كابتن اسلام؟ الحمد لله. ايضا النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، ازيك كابتن ابراهيم؟ كابتن اسلام تشرفنا والله حبيبي، الله يخليك. ايضا النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. طب خلينا كابتن. اهلا يا كابتن اسلام حبيبي. خلص لا وحشني. ازيك كابتن عادل؟ الله يخليك. امورك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. كابتن فتحي، انا لسه كنت بتكلم مع جمهور النادي الاهلي وبتكلم عن أن هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي يحاول دائما أن يجد أي حاجة علشان يعمل قصة، فقال لك أصل النادي الأهلي ده فلوس كتير وسافر بدري وخمس أيام مش عارف إيه. فأنا قلت لهم يا جماعة، الكابتن فتحي كنت أنا بتكلم أنا وهو قبل الهوى، وقال لي إن الأمور العلمية كتاب بيقول إيه، فمن فضل حضرتك لماذا، وهو سؤال واضح وصريح لحضرتك، لماذا سافر النادي الأهلي خمس أيام قبل بداية المباراة؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن دي يا كابتن إسلام يعني لأول مرة فرقة تعمل هذا التصرف أو هذا القرار. خلينا ندي مثل كده، زمان كان التليفون بالخط بالسلك، لما جه الموبايل قالوا معقولة في موبايل يعني تتكلم بالسلك تروح، لما اتطورت بعد الموبايل راح جاي بالواتساب، يعني ممكن تبقى في الموبايل تشوف صورة اللي بتكلمه. زمان كان في تليفون ابو خط، وبعدين دلوقتي بتبعت فاكس،
ما بقاش فاكس دلوقتي، بقى في ايميل تستلم الورقه وتروح هناك. اذا الدنيا كل مناحي العالم اتطورت. ايوه برضو الدنيا هنا اتطورت، والنادي الاهلي كمؤسسه بتمشي مع التطور العلمي في كل مجالاته. تقول لي بتدي الامثله دي ليه؟ هقول بندي ليه. لو في اتنين اتولدوا في نفس اليوم في نفس السنه، واحد في جنوب افريقيا واحد في مصر، بعد سنتين نيجي للي في مصر نشوف عدد كرات الدم الحمراء في جسمه قد ايه، ونشوف عدد كرات الدم الحمراء في بتاع جنوب افريقيا قد ايه. معلش يا كابتن قبل ما حضرتك تكمل، هل ده كلام علمي من الكتاب يعني؟ لا لا، ده كلام علمي مش كلام اجتهاد، لا راي فتحي ولا راي النادي بالزبط الاهلي بالزبط، ولا راي كابتن اسلام ولا كابتن ابراهيم ولا كابتن عادل، لا ده راي علمي طبي ما فيهوش نقاش. ايوه ما هو انا بس بوصل للناس. لا ده انا ما بتكلم، انا ما ناقل الا المعلومات، لاني واحد متعلم فبينقل للساده المشاهدين لمن لا يعلم هذه المعلومات احنا بنقولها. ليه؟ جنوب افريقيا اعلى من مصر، اعلى من سطح البحر ب 1300 متر، او بالظبط بريتوريا بقى مش جنوب افريقيا كلها 1316 متر. بريتوريا، بريتوريا اللي هي عاصمه جنوب افريقيا السياسيه اللي هتلعب فيها المباراه، 1300 متر فوق سطح البحر، اعلى مننا. كل ما بنعلى كل ما يقل الاكسجين في الجو، كل ما نعلى كل ما يقل الاكسجين في الجو. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كل ما لما خلق له، بيخلق الحاجه لحاجه. فهناك كرات الدم الحمراء ليه بقولها؟ لان كرات الدم الحمراء في جسم الانسان هي المسؤوله انها تاخد الاكسجين من الجو وتوصله للدم وتروح عشان يحترق وتديك الطاقه. فانت بتاخد كميه الاكسجين على قد الطاقة اللي انت بتقولها. عندك هناك مثلا كل انسان عنده مليون كرة حمراء في جنوب افريقيا، هتلاقي اللاعب المصري عنده اقل من المليون، عنده 900 ألف، لان الاكسجين عندنا هنا كتير، مش كتير لان احنا اقل من سطح البحر. طب نعمل ايه؟ العلماء قالوا حاجة من اتنين، لإما تروح قبليها بيوم وتلعب المباراه على طول، يعني انت الماتش عشان اقطع حضرتك في الجمعه قبلها بيوم، النادي الاهلي عمل التجربه دي في مباراه النادي الاهلي ضد نادي النجم الساحلي في اثيوبيا في مباراه السوبر افريقي. رحنا قبل المباراه باقل من 24 ساعه النادي الاهلي كسب هذه البطوله. اتفضل مع مانويل جوزيه. بيكون لسه بالمخزون الطاقه ومخزون الاكسجين عندك كافي ان يكملك 48 ساعه، وبعد كده ترجع لطبيعتك. طبيعتك ايه؟ على حسب الجو اللي هناك. فانت هتروح خمس ايام، هم مش الغرض منهم مش الاكسجين بس، ده في حاجه تانية هنقولها. يبقى اذا الاكسجين هناك قليل، فلازم كرات الدم الحمراء تزيد. طب احنا هنزودها ازاي؟ ملهاش دواء ولا لها طبيب، الطبيب هو الله سبحانه وتعالى. بعد 100 ساعه كرات الدم الحمراء عندك هتزيد عشان تجابه الجو ده. ده خلق الله، مش احنا يا جماعه، مش هزار، ده علم. يبقى 100 ساعة، يعني نقول ايه؟ الخمس ايام يعملوا لنا 120 ساعة. 120 ساعة. احنا رايحين خمس ايام يا كابتن اسلام، احنا لعبنا الماتش يوم السبت، لحد بالليل سافرنا، يبقى انا عندي الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة. الماتش السبت خلاص. انا بترتفع عدد كرات الدم الحمراء اوتوماتيك من عند ربنا مش من عندي. يعني ولا مش كتر فلوس ولا مش عارف لا. ايه ولا انتوا ايه العلم. ولا تنطيط ولا العلم اللي بيقول كلام. ده العلم، طيب. العلم فاذا انت هتزيد كرات الدم الحمراء، اذا كميه الاكسجين اللي انت هتاخدها بالعدد الكبير هيكون كافي لك، يبقى مش هتنهك. دي واحده. النقطه الثانيه، ليه رحت برضو في الفتره دي؟ احنا هنا كل ماتشاتنا يا كابتن اسلام يا كابتن ابراهيم يا كابتن عادل، ماتشاتنا كلها او مباراتنا كلها عاده الساعه 6 7 6 7 6 7، كل اللعيبه متعودين الغداء بتاعهم بيبقى ايه؟ الساعه 2:30 قبل الماتش مثلا باربع ساعات او الساعه 3، وياخدوا كيك مش عارف ايه، يصحى اللعيب براحته الساعه 10 عشان يفوق، ويفطر مثلا الساعه 11. اذا الساعه البيولوجيه بتاع الانسان اتعود على انه الراحات فين وساعه النوم فين وساعه الوقت ايه. فبيحصل ايه؟ انا لما بوديهم هم دلوقتي هناك بيفطروا 8:30، بس بالمناسبة توقيت جنوب أفريقيا هو توقيت مصر نفس التوقيت. وبالمناسبة درجة الحرارة
يوم المباراة اللي هو يوم السبت هتكون 24 الساعة 3 في ملعب ده العلم اللي بيقول مش أنا، الساعة 24 هيبقى درجة الحرارة 24 والرطوبة هتكون 50 ومفيش اتجاه وهيكون في شمس. هتقول لي أنا يعني بقرا الوضع؟ لا، العلم العلم اللي بيقول كده، العلم بيقول هذا الكلام. إذن أما أنت هتروح تعودهم، اللعيب أوتوماتيك هيتعود الصبح يفطر يبقى فايق، وبعدين يجي ما يلحقش توصل 11 ونص بتقول تعالى اتغدى، هيتغدى 11 ونص، اللي هو كان في مصر هنا بيفطر 11 ونص، وبعدين بيتمرن الساعة 3 لأن وقت المباراة هناك الساعة 3. وده اللي لسه كنا متكلمين مع زميلنا فاروق صلاح، كان بيتكلم ان بكره اليوم ماشي زي ما حضرتك بتتكلم، 8 ونص صباحا الفطار، 11 ونص الغداء، 2 ونص التحرك الى ملعب المباراه، الوصول ان شاء الله 3 الا ربع، عبل ما تغير وتلبس الشوز بتاعك والبتاع والحاجات دي كلها، واللي بيعمل ضغط واللي بيعمل يعني ركوب ضغط وبتاع، يا دوبك تبقى تبدا التمرين الساعه 3. هترجع تتعشى خلاص مستهلك، هتضطر تنام. تتعود على دي عايزه منك من 3 4 ايام. يبقى الناحية الأكسجين والناحية التانية الساعة البيولوجية، يبقى أنت عايز الاثنين. ده مين اللي بيقول العلم؟ إذا النادي الأهلي بيطبق العلم الحديث في كرة القدم. تقول لي أنت بتقول الكلام، أسبانيا 2010 لما خدت كأس العالم من في جنوب أفريقيا، دولبيسكي سافر قبل البطولة بعشرة أيام لأن أسبانيا جنوب أفريقيا اعلى من اسبانيا، اعلى في سطح البحر. احنا كام؟ احنا قلنا عشان نفس القاره 1300، هناك 2600. فعشان كده سافر قبلها ب 10 ايام عشان يتعود الى هناك. فاذا احنا مش الكلام العلم الناس بتتخض منه، وانا اديت مثل بالموبايلات الناس بتتخض من الحاجات الجديده، هو ده اللي موجود. اذا انت كل ما ارتفعت فوق كل ما كده، ما حدش يقدر يزود الكرات الدم الحمراء المسؤولة عن تبادل الأكسجين، إن تاخد الأكسجين تودولك للدم عشان يحترق الغذاء اللي عندك عشان تديك الطاقة. يبقى أنت في الحالة دي لازم لإما ليلتها بيوم زي ما عمل مانويل أيام ما كان الكابتن إسلام بيلعب، أو يبقى لسه في 48 ساعة عندك مخزون، أو إن أنت تستمر الفترة 100 ساعة فيما فوق اللي هو وصلنا فيها أكثر من 100 ساعة 120 ساعة لأن عملنا 5-6 أيام. إذا ده كان السبب إن هم يروحوا يتمرنوا، وفي نفس الوقت أعودهم إن المباراة الساعة 3. وفي نفس الوقت لازم أحب أقول حاجة، إن جنوب أفريقيا الكهرباء هناك بلد متقدمة جدا، استاداتها متقدمة جدا، ملاعبها متقدمة جدا. ما تقوليش إن الكهرباء بتنقطع، لأن هذه المباراة هذا الملعب اللي هو موجود اللي هيلعبوا فيه هو بيختار اسلحته اللي يلعب بيها بالظبط. هذا الملعب برضو المعلومات يا كابتن اسلام، هذا الملعب اللي هتلعب عليه المباراه، انا الحمد لله يمكن رحت افريقيا او انا زي كنت بقول لكم حافظتها اكتر من حافظ اكتوبر. ايوه ليه؟ رحتها كتير. فالملعب ده بيشيل 29,000، عشان كده ما تلعبش عليه ماتشات كاس عالم. لكن فرقه المانيا كانت بتتمرن عليه، مش ممكن فريق في كاس عالم بيتمرن وما فيش جنريتور في نفس الملعب، لازم يكون في جنريتور. فالملعب بتاعهم اللي هيلعبوا عليه المباراه ده تعداده أو الساعة بتاعته 29,000، اللي عنده جنريتور عنده كهرباء عنده كل حاجة، بس هو بيشوف أسلحته إنه هو يلعب بيها على أساس إنه هو بيحاول يلعب إن أنا ألعب الساعة 3 عشان النادي الأهلي مش متعود يلعب. إحنا السنة اللي فاتت شربناها، مش شربناها، كنا مضطرين لأن إحنا لعبنا هنا قبل ما نسافر مع نادي الاتحاد ولعبنا مع نادي الزمالك، وكانت الماتشات بالليل وما كانش فيه عندنا الوقت. لما يكون عندنا الوقت وعندنا العلم ليه ما نطبقش العلم؟ ليه ما يكونش النادي الاهلي هو احد الانديه السباقه في تطبيق العلم؟ مين اللي هيطبق؟ ده السبب. يبقى اذا انت مش بتخسر فلوس، مش ان انا يعني فجر ما كده كده انت قاعد هنا، لو قعدت في معسكر 3 ايام ويومين قبل السفر ما هي هي على الناس من خلال فده مش كلام. اظن يبقى ده الرد، ولا في اي استفسار تاني في هذا الموضوع؟ لا حضرتك دلوقتي يعني انت لميت الموضوع من 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 اوله لاخره بحيث ما تديش فرصه لاي حد. من اول 1,400,000 كرات دم حمراء، 3 مليون كرة ده جابها 1,316 متر كمان، ده راح اسهل. لا انا بقول لك، لا بريتوريا غير جوهانسبرغ، بريتوريا العاصمة السياسية، جوهانسبرغ العاصمة التجارية اللي فيها المطار، اللي فرق بينه حوالي 20 متر لأنه بتطلع. بس هو في سؤال، هو مين اللي قال؟ بعض اللي يشكك، بعض الناس بيشككوا اللي ما بيشجعوش النادي الأهلي. يعني المفترض
لا ما احنا احنا دورنا تعليمي برضو يا كابتن. ايوه انا فاهم، لكن انت دايما يعني احنا شخص يعني طول الوقت بنشغل بالنا بناس هم اصلا ما بيحبكش او مش عايزينك تكسب او مش عايزينك ومش عايزينك ومش عايزينك. احسن حاجه الواحد يشتغل بس يعني هو لا هو بنعمل ايه برضو من وجهه نظرنا يعني هنا في البرنامج بنعمل ايه؟ بنحط سبوت على الموضوع ده ان يا جماعه بيتقال كذا فخلي بالكم الصح بتاعه كذا. الناس الاهلاويه واعيين فبتقتنع. لا اوكي احنا نقول ونرد وكده لكن دائما الاداره الناجحه ودائما اللي عايز ينجح ما بيبصش وراه طبعا. العداء لما بيجي يلعب 1000 متر ولا 2000 متر لو بص وراه هيخسر. هي مش الغزاله اسرع من الاسد؟ ايوه طبعا. بس هي ليه الاسد بياكلها؟ انا بتبص وراه. لا هو في نقطه بس صغيره بس رد على كابتن عادل. فرصه ان البرنامج موجود والكابتن فتحي ظل كابتن افريقيا كتير قوي وجنوب افريقيا اكتر من مره. المعلومات دي خساره انها ما تتقالش للناس عشان جميل. انا لحد قال سوري في الموضوع ده يبقوا. فاسهل حاجه بتعمل ايه؟ يعني خلي بالك اقرا. الناس ممكن تقرا دلوقتي الموضوع بسيط. كابتن فتحي بيتكلم من منطلق خبره كبيره جدا عاشها في افريقيا. فدلوقتي ايام الكابتن فتحي لما كان الفتره الاخيره يعني قبل ما الموبايلات تطلع والانترنت والكلام ده كان هو الناس بتعتمد على خبره الكابتن فتحي. لكن انت دلوقتي يا جماعه افتح التليفون اقرا الكلام يعني اللي بيقول الكلام ده. خلي بالك لو هو قبل بس ما يقول عشان يستثير الجمهور او يثيروا الجمهور بشكل جمهور نادي الاهلي. طبعا طبعا عايز يعمل فتنه يعني. اعمل ايه؟ اعرف افتح التليفون. كابتن فتحي بقى عاصر هذا الموضوع. يعني هو كان عايش في جنوب افريقيا فتره. هندي حضرتك مثلا. لا انا رحت في كاس العالم ورحت في كاس امم افريقيا ورحت كاس عالم شباب. في نقطه احنا لعبنا اثيوبيا واثيوبيا برضو فوق سطح البحر. اعلى من جنوب افريقيا. اثيوبيا اعلى. ففي بطوله في التصفيات بطولات امم افريقيا ايوه الكلام 7 كسبنا افريقيا 2 هناك و3 في مصر واللي سجل الخمس اهداف محمود الخطيب. اللي سجل الاهداف يا كابتن اسلام الخمسه كان كابتن محمود الخطيب كابتن النادي الاهلي وسجلهم هناك 2 وهنا 3. هتقول لي الله طب ما انتوا كسبتوا هناك ازاي واحنا مرتفعين؟ احنا رحنا ليله الماتش يعني قبل الماتش بيوم بالظبط. احنا هنا اثيوبيا 3 ساعات ونص توصل الطياره بس الساعه 4 على حسب الويند على حسب الريح يعني. المهم رحنا هناك يوم وتاني يوم لعبنا الماتش ورجعنا هناك كسبناهم 2-0 وكان كل الفرق بتروح اثيوبيا بتخسر قبل كده المنتخبات يعني من قبل مثلا نقول ايه في السبعينات. اما جينا الفتره دي راح هناك سجلنا 2 ورجعنا في مصر كسبنا 3 هو اللي سجل الخمس اهداف يعني الحاجات مش بعيده. واكيد هو قال كده للعيبه المثل بتاعه ده ان هو سجل 5 اهداف. لا هو كابتن اسلام كويس انه وجه السؤال من بدري عشان رد على المشككين في 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 الناحيه العلميه اللي بيتبعها النادي الاهلي في كل سفرياته وفي كل اجراءاته مع اللعيبه سواء في افريقيا سواء في كاس العالم. فبالتالي السؤال يعني الرد والاجابه يعني ما تخليش اي حد يشكك تاني. بالظبط هي بتبين ان البعض وسائل النادي الاهلي مش جاهل. لا يعني محتاج ان هو يقرا بس ما اقدرش اقول اكتر صح من كده. او تبين ان قناه الاهلي قناه مش قناه يعني هشه قناه فيها قامات كبيره فيها ناس بتفكر زي المعد ناس بتفكر زي المحاور مثلا لما كابتن سامي يسال اسئله زي دي اكيد ما هو لو ما لقاهاش لا اجابه هتبقى صعبه. لكن انت لازم انت تكون انت مناره لكل الجهات الاعلاميه وللساده المشاهدين اللي ما يعرفوش ايه اللي بيحصل وكره الدم الحمراء كده. انا ما رضيتش اتعمق علميا اكتر لكن هي بتقول كده ناخدها بالبلدي يعني بسيطة خلينا بالبلدي انها ايه بتزيد. طب مين بيزودها؟ بتاخد حقن ولا بتاخد حبوب ولا بتاخد حاجه؟ لا ده ربنا كل لما خلق ربنا بيزود لك كرات الدم الحمراء. الفرقه بالمناسبه بقى لما هترجع ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم يرجعوا من جنوب افريقيا اول اسبوع هتلاقي اللعيبه اللي بتجري في الملعب دي ما بتتعبش. وبدليل بقى اخر حاجه نقولها ليه الفرق الاوروبيه بتعمل معسكراتها فوق الجبال صح؟ كل الفرق عاده بيطلعوا فوق الجبال. هو مش فوق الجبال لان الجو كويس لان الاكسجين قليل فهم عايزين يزودوا كرات الدم الحمراء فوق.
عشان لما ينزلوا يقعدوا اول 3 4 اسابيع عقبال الفرقه ما تجهز اللعيب ما يتعبش في الملعب. هي ببساطه الماراثون اللي بيكسبها مين؟ كل الناس اللي في افريقيا بتوع اثيوبيا اللي هم اللي فوق سطح الارض اللي عندهم كينيا. اللي عندهم كينيا. كرات كرات دم حمراء اكتر هم اكتر ناس بياخدوا لان كرات الدم حمراء عندهم اكتر دي اكيد. طب طيب كابتن ابراهيم اختلاف تصريحات موسيماني المدير الفني لنادي سان داونز ما بين التنويم المغناطيسي حاليا بقى رايحه بسكاره واستثاره الجمهور لجنوب افريقيا من سان داونز. ايه رايك في هذا الموضوع؟ لا هي الوضع الطبيعي ان احنا قابلنا القصه دي في اغلب ماتشاتنا سواء في تونس او في المغرب او في افريقيا كلهم بيحاولوا يسيروا الجمهور ضدنا ويخلوا المشجع يبقى مصاز من اول دقيقه واحنا بنسخن بيبقى التشجيع ضدنا طول الوقت. نظرا للخبرات اللي موجوده لازم العامل النفسي يبقى مسيطر على الجهاز الفني وانه يعامل اللعيبه نفسيا انها تقابل الضغوط دي ببرود اعصاب جدا. احنا متوقعين طبعا زي ما هم فاجئونا في العشر دقايق الاولانيه بالهجوم الضاغط احنا ما كناش متوقعينه وكان في كورتين اتلعبوا من ورا ياسر ومن ورا محمود والراس الحربه القوي السريع جدا الحمد لله الشناوي قدر يتغلب عليهم يعني. فاحنا برضو متوقعين ان هم يضغطوا علينا من الاول بمؤازره طبعا الجمهور وطبعا الاثاره الموجوده وانهم مسخنينهم علينا من البدري فاحنا لازم نبقى متوقعين الهجوم الضاغط ده ولازم نمتص حماس الجمهور وحماس اللعيبه في الربع ساعه الاولانيه يعني لازم نبقى هاديين جدا متزنين نفسيا جدا وبالذات في بدايه المباراه الربع ساعه الاولانيه لو مشيت زي ما احنا رسمينها ان احنا نبقى مهديين اللعب جدا وبنقابلهم من نص ملعبنا عشان الضغط اللي المفروض هيبقى علينا لو ربع ساعه دي عدت هنمشي الماتش زي ما احنا عايزين ونقدر بعد كده نلعب بطريقتنا وان احنا نقدر نهاجم وان احنا نقدر نضغط عليهم من الاجناب زي ما عملنا المره اللي فاتت وعلي معلول كان من نجوم المباراه المره اللي فاتت من الناحيه الشمال هو اجاي يعني. فيبقى الربع ساعة الأولانية لازم الشحن ده ناخده لمصلحتنا إن احنا نفوتها عليهم وإن احنا نبقى مهديين اللعب على قد ما نقدر من الرجل للرجل ونبعد عن الكور الطويلة لأن احنا متوقعين إن الضغط هيبقى علينا من بداية المباراة. تمام كابتن عادل ملعب صعب أكيد هيبقى فيه جمهور كبير من الواضح إن طبعا الكل ينتظر النادي الأهلي لما تيجي تتفرج على مباريات سان داونز بتلاقي مثلا نص الاستاد مليان عمرك ما بتلاقي الاستاد مليان. في المباراة دي أعتقد إن الاستاد هيبقى مليان على الآخر خصوصا إن هم كمان في اتجاههم إن هم يعملوا تذاكر مجانية بعد ما عملوها نص تذكرة دلوقتي هيعملوها خلال يومين ثلاثة اللي جايين أيضا تذاكر مجانية. هل تفتكر إن ده هيكون له تأثير سلبي على لعيبة النادي الأهلي؟ لا هو احنا عارفين ان سان داونز من الفرق اللي ما عندهاش جمهور في جنوب افريقيا كبير يعني يمكن هم يشبهوا فرق عندنا في مصر زي مثلا فرق بتبقى عريقه زي انبي عندنا في مصر لكن جمهوره مش كتير جمهوره اللي هم المقربين ليه بس هو سان داونز كده. لكن اكيد فتح الملعب ليهم مش هتبقى بنفس حماس الفرقه لما بتشجع فرقتك يعني يمكن هيبقى في ناس محبين للنادي الاهلي ومحبين لسان داونز ان هم بيتفرجوا. على فكره في ناس كتير قوي بيحترموا وبيحبوا النادي الاهلي من جنوب افريقيا وعارفين ان هو نادي القرن وعارفين انه من الانديه اللي بتمتع الناس من الانديه اللي بتلعب كره كويسه علشان كده الملعب يبقى. لكن هو اللي واضح في الوقت الحالي ان المباراه الشد العصبي هيبقى فيها في البدايات بس يمكن زي ما انت قلت اسلام انه تاثير الملعب على او قله الجمهور في الملعب ممكن ما ياثرش على النادي الاهلي قوي بالعكس لو الجمهور كتر في الوقت ده ممكن ياثر شويه. لكن انا الحاجه الوحيده اللي انا بحبها في جنوب افريقيا ويمكن شفناها ولعبنا هناك ان الاجواء مش زي الاجواء الافريقيه الشد ما بيبقاش نفس الشد بيحبوا يلعبوا كوره بيحبوا يستمتعوا صح ما فيهاش حته ان هم يحطوا لك في اوضه اللبس حاجه او
او يضايقوك في الاقامه ويضايقوك في الاقامه والحاجات دي. دي حاجه مهمه، بيخلصوا معاك الاجراءات السفر. لا دي حاجه كويسه يعني. هي دوله طبعا، دوله كبيره، دوله جميله وتقدر تلعب فيها كره كويسه، ولكن الـ 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 المشكله في المباراه بس من وجهه نظري اللي احنا اتكلمنا والكابتن فتحي اتكلم عليه، حته الزمن والوقت وتغيير المناخ والحاجات دي. لكن ان شاء الله بالخمس ايام والاربع ايام دول هنتغلب عليهم وهنبقى افضل ان شاء الله ان شاء الله. طيب النهارده كان بالمناسبه يعني واحنا بنتكلم السفير شريف عيسى سفير مصر في جنوب افريقيا كان عامل دعوه لبعثه النادي الاهلي النهارده في السفاره المصريه، واستقبل الكابتن محمود الخطيب وبعثه النادي الاهلي. طبعا كابتن خطيب كان متواجد وتبادل دروع النادي الاهلي مع السفاره المصريه زي ما حضراتكم شايفين. خلينا نطلع نشوف ماذا حدث في السفارة المصرية وتبادل الدروع ما بين الكابتن خطيب والسفير شريف عيسى. مش عايز أقول قامة رياضية بس، ولكن شعبية ومدى حب الناس ليه قد إيه. كابتن محمود الخطيب اللي تاريخه يعني غني ان احنا نقعد نوصف فيه ونعيده ونزيده تاني، ولكن كابتن محمود من بدايات ما وعينا على كرة القدم، واحنا بالفعل مش عاوز اكبر كابتن محمود، ولكن انا فعلا اتربيت على اسم كابتن محمود الخطيب، على احسن لاعب في افريقيا، كابتن منتخب مصر، وبعدين رئيس يعني النادي الاهلي، هذا النادي العريق اللي بيحتل القمه مش بس ما بين انديه الكره في مصر ولا في افريقيا، لا وفي العالم. اما الواحد بيبص على النادي الاهلي ويعرف ان هو اكثر النوادي حصولا على البطولات، فده مش من فراغ، هذا من مجهود مجلس اداره، رئيس نادي حريص على مصلحه النادي وعلى سمعه النادي اللي بيمثل البلد اللي احنا بنمثلها كلنا وبنرفع فيها علم مصر. وقيمنا الرياضيه واحترامنا للرياضه باعتبارها ان هي بالفعل جامع وليس مفرغ للناس. فانا مش هتكلم اكتر من كده، مش هقدر اقول في الكابتن محمود ما يكفيه حقه، ولكن مش عايز اقول اكتر من ان انا مش بس سعدت ولكن اتشرفت انا وزوجتي وابني وكل اعضاء السفاره وضيوفنا النهارده، شرفونا كلهم وتشرفنا بوجودهم. وربنا دايما يا كابتن محمود يديك الخير والصحه ويوفقكم ان شاء الله، وتبقى هذه المناسبة اللي احنا اجتمعنا فيها بداية الفرحة كبيرة يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله بشكر سيادتك جدا جدا، ربنا يخليك. وانا هفكر سيادتك بجنوب افريقيا بسيطة جدا ومتواضعة جدا، ولكن هتفكرك ان انت حضرتك شرفتنا في هذه البلد وشرفت سفارة مصر وشرفت بيت مصر يا فندم بزيارتك. بعد اذنك هنبقى نهديها للنادي بقى. دي بسيطة جدا، فهي بالفعل يعني مقامها مش قد مقام النادي ولا حضرتك يا فندم. ربنا يخليك يا كابتن محمود، ربنا يخليك يا فندم. يعني الحقيقه يمكن حاجه بقى بسيطه جدا من ربنا يخليك يا فندم. انا بقى هستاذنكم بقى خلاص. طبعا. طيب دور النادي الاهلي الحقيقه كسفير للكره المصريه دائما في افريقيا بيكون واضح وصريح يا كابتن طارق. اكيد يعني جنوب افريقيا اولا من الدول المثقفه، الدول الراقيه، الدول المتقدمه، اذا كان الكابتن عادل بيقول احنا بنروح نلاقي الملاعب ونلاقي ايوه، لان دي يعني كانت اوروبا بالظبط يعني لغايه ما ايام التفرقه العنصريه مانديلا وعمل الكلام ده كله، وكان كبيرة يعني، كان نقدر نقول زيمبابوي كانت جزء من جنوب أفريقيا، كان كل البلاد اللي حلقها من جنوب أفريقيا دي، بس هي اتقسمت بعد كده وبقت جنوب أفريقيا وزيمبابوي طلعت لوحدها. بالإضافة إلى أن لو تروح هناك يا كابتن إسلام، الحضارة، الرقي، الطرق، الانتقالات، الكهرباء، وما ننساش ان انت عارف 50% من ذهب العالم في جنوب افريقيا، من المخزون بتاع ذهب العالم في جنوب افريقيا. يعني اذا بلد غنية، بلد فيها ثروة معدنية كبيرة جدا. وهي السنة دي هي رئيس الاتحاد الافريقي السيد، طبعا الرئيس سيسي قدم لرئيس زيمبابوي للرئيس جنوب افريقيا ان هو على اساس هم اللي مسكوا السنه دي 2020، هم رؤساء
الاتحاد الافريقي على مستوى كل الدول الافريقيه. فبلد فيها حضاره وبلد فيها ثقافه، بلد فيها علم، بلد ناس متقدمين وناس تحس انك انت بتلعب كوره. هم قريبين كمان يا كابتن اسلام لامريكا اللاتينيه، يعني اقرب مننا. يعني انت ممكن تروح امريكا اللاتينيه من هناك تعدي المحيط اقرب منك تيجي مصر، لان احنا مصر اخر بلد في افريقيا وبعد كده اسيا، وهم اخر بلد في القاره تحت خالص فوق، مفيش بعد كده مدغشقر جزيره، لكن هم اللي موجودين فوق. فطبعا بوتسوانا وزيمبابوي اللي كانوا جزء منها انفصلوا فاصبحت جنوب افريقيا بس. فاذا كنا بنقول هذه بلد فيها حضاره وفيها ثقافه، واذا كان كابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي هناك بيمثلوا مصر في هذا الوقت فبيمثلوه تمثيل مشرف. وشفنا ازاي سعادة السفير بيتفضل وبيكرم، وكل السفراء الحقيقه، كل السفراء في كل الدول هنلاقيهم، حتى في كل دوله كل فرقه بتروح القياده السياسيه يعني لها توجيهات او لها تعليمات لكل السفراء في كل دول العالم ان ما في مصر يكون موجود الا لابد ان يكرم، لما اذا كان النادي الاهلي بقى مش اي حته تانية. يعني النادي الاهلي اللي هو قمة الكرة الإفريقية، قمة الكرة الأسيوية العربية، بيقول زي ما تقول إذا كنت هتقول في النادي الأهلي. تمام كابتن إبراهيم، زي ما كنا بنتكلم عن دور النادي الأهلي ودور الكابتن خطيب الحقيقة في رئاسة البعثة واضح جدا برضه. أنا لسه كنت هقول أنا بعظم الحقيقة الدور الكبير اللي عامله الكابتن الخطيب، إن هو يعني قصد إن هو يبقى رئيس البعثة. الخطيب اسف ان انا بقول خطيب لان انا زميلته في الملعب يعني. ف الحقيقه سمعته كلاعب كوره في افريقيا ومن احسن لاعيب الكوره في افريقيا، وبعدين على المستوى الاداري بقى رئيس النادي، الحقيقه وجوده بيدي قوه جدا لفريق النادي الاهلي، ويعني بيبقى بيعضدهم جدا وواقف وراهم وبيعظم فرقه النادي الاهلي. كون انه موجود هناك الحقيقه، اولا زي ما قال الكابتن فتحي، الناس اللي هناك محترمين قوي ومثقفين جدا وسلوكياتهم حتى في الملعب ناس محترمه جدا بعكس بعض الدول الافريقيه. لعبهم نظيف جدا وما بيميلوش للخشونه، وكل لعبهم الامتاع الامتاع وزي الكره الافريقيه الامتاع بدون خشونه. فبالتالي احنا نتمنى ان يبقى دور النادي الاهلي كسفيج لمصر ان شاء الله باذن الله، وجوده في افريقيا داعم لينا، الخطيب داعم لينا والنادي الاهلي داعم لينا في افريقيا، ودور جمهوريه مصر العربيه في افريقيا كبير جدا. النادي الاهلي يبقى ممثل جيد جدا لمصر وللكره الافريقيه ان شاء الله في جنوب افريقيا. كابتن عادل، الكره الافريقيه عارفه طبعا اسطوره النادي الاهلي واسطوره الكابتن خطيب، وبالتالي بيبقى ليها دور وجودهم في جنوب افريقيا، مباراه وتنافس وكل ده احنا عارفينه، ولكن اعتقد ان ده بيقلل من مش عارف اوصلها ازاي، ولكن بيقلل من التوتر شويه. مثلا اكيد اكيد طبعا، يعني رئاسه البعثه لما يكون رئيس النادي، ويمكن حصلت قبل كده قبل الكابتن الخطيب الكابتن حسن في ماتش الصفاقسي كان في الفاينل، كان متواجدين الحقيقه يعني حسن حمدي والكابتن الخطيب كان متواجد. انا يعني انا كنت متوقع ان الكابتن الخطيب هيعمل كده. طبعا اولا زي ما انت قلت، اولا شعبيه قويه جدا في افريقيا، يمكن احنا كنا لما بنروح نلعب في افريقيا كنا بيسالونا، يعني كان ما لحقناش الكابتن الا في الاخر، يعني لحقته في الاخر بس ما سافرتش معاه كتير السفريات يعني، ولكن كنا لما بنروح هناك كانوا بيسالوا عنه نجم كبير، ما بالك كمان بقى رئيس نادي الاهلي. دي من ناحيه، الناحيه الثانيه بيدي قوه للاعبين على فكره. اللعيبه برضو لما بيلاقوا رئيس النادي الاهلي، ورئيس النادي الاهلي المره دي كمان الكابتن محمود الخطيب يعني كوره كوراجي، يعني واحد بتاع كوره يعني كوره فاهمهم حاسسهم شايفهم. كابتن حسن برضو كان لعيب وكان كوره، ولكن كابتن الخطيب عاصر برضو الفتره دي افريقيا في الاخر، يعني يمكن افريقيا كانت ايام الكابتن حسن ما كانش كتير المباريات، ما كانش بيتروحوا تلعبوا كتير بره، لكن الفتره اللي فيها الكابتن الخطيب كانوا اول بدايه كتوكو، اول بدايه مكسبنا لكاس افريقيا. بدا الجيل ده، الجيل بتاع كان ماتش كتوكو اللي كسبناه 3-1 هنا 3-0 هنا، وبعدين اتعادلنا 1-1 هناك، كانت بدايه 82 81 بيتهيألي، كانت هي بدايه البطولات الافريقيه الكتير يعني اللي النادي الاهلي خدها. فاكيد لما
يرأس البعثه الكابتن محمود الخطيب هتبقى في افاده كبيره قوي للعيبه. التوتر يتشال من اللعيبه، خلي بالك يمكن اكيد انا ممكن يكون قاعد معهم جلسه واثنين وثلاثه، تعرف دي في حد ذاتها لما انت بتحسها من لعيب كره كبير كمان، انت بتدي يديك نصيحه في الملعب، ممكن تقعد تتكلم معاه في حاجه بتشوفها في الملعب بتضايقك ممكن تتكلم معاه فيها، بتبقى بتديك برضو وضع. دي واحد. والمهم من الموضوع كمان انك انت اهميه المباراه، رايح عشان تكسب، رايح علشان ترجع ان شاء الله بالتاهل. فمن بدايتها محدش بيأثر في اي حاجه، مروح بدري قوي، ورئيس النادي الاهلي بيقعد مع الفرقه خمس ايام. يعني الناس لما تيجي تتكلم تقول يعني اكيد في مشاغل كتير، لكن لاهميه المباراه وقوه المباراه والحته العلميه اللي الكابتن فتحي نصير اتكلم عليها، الكابتن خطيب كمان سافر معاهم عشان يأزرهم في دي. فانا يعني انا سعيد جدا بالخطوه دي، وابقى سعيد اكتر ان شاء الله لما تنجح ونرجع معاك. هو تاكيدا برضه الكلام تاكيدا لكلام الكابتن عادل، الحقيقه رؤساء الانديه لما بيكونوا لعيبه كوره بيحسوا باحساس لعيبه الكوره واهميه الوقت والمباراه بالنسبه لهم، فكونهم لعيبه كوره قبل كده حاسين بخطوره الموقف وان الماتش ده مهم جدا، وده بيأهلنا. وعلى كلامهم سان داونز ده من اجمد، من احنا 8 فرق يمكن يعتبر سان داونز ده اجمد فرقه من الثمانيه بالاضافه للنادي الاهلي. وبالتالي انا بقول ان عبورنا سان داونز بيؤهلنا مش لقبل النهائي، لا بيؤهلنا للنهائي ان شاء الله باذن الله. فرؤساء الانديه الكابتن حسن والكابتن خطيب بكونهم كانوا من لعيبه الكوره النادي الكبار يعني في النادي الاهلي وفي القاره الافريقيه، بيحسوا بشعور اللعيبه ولازم يبقى ليهم دور في المواقف الحساسه دي اللي مهم يبقى ليهم دور فيها. فوجودهم الحقيقه، وجود الكابتن حسن قبل كده في الماتشات، وجود الكابتن الخطيب ما بيؤازر الفرقه في الماتش الحساس ده، الحقيقه دور مهم جدا ومؤثر جدا، وان شاء الله باذن الله هيجيب نتيجه جيده ان شاء الله يوم السبت باذن الله. ان شاء الله خلينا نطلع نشوف ماذا قال الشريف السفير شريف عيسى. كنت اقول الشريف حلوه برضه، حلوه برضه السفير شريف عيسى. جايه حلوه. نعم جايه حلوه. السفير شريف عيسى سفير مصر في جنوب افريقيا، ماذا قال عن تكريمه اليوم من النادي الاهلي؟ نطلع نشوف ماذا قال السفير ونرجع نكمل معه. كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من جنوب افريقيا بالتحديد العاصمه توريا، استعدادات تجرى على قدم وساق من مسؤولي الخارجيه المصريه ممثله في السفاره المصريه وممثله في معالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه بجنوب افريقيا. معالي السفير برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، مجهود مبذول بنشكر حضرتك من خلال قناه النادي الاهلي على المجهود المبذول في استضافه فريق النادي الاهلي هنا ببريتوريا. ده شرف لينا، اولا شرف لينا ان احنا نستقبل هذا الفريق بقياده كابتن محمود الخطيب. انا في غايه السعاده، مش عاوز اقول لحضرتك قد ايه النهارده، يمكن حضرتك شفت الحفاوه اللي استقبل بيها كابتن محمود من كل المتواجدين النهارده. اعتقد ان دي رساله لكل الناس مدى قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه وقامه كبيره جدا بيمثلها كابتن محمود الخطيب بمبادئه واخلاقه والتزامه وحرصه على يعني متابعة الفريق في كل خطوة. أنا أتمنى أن تكون قناة الأهلي تابعت معانا منذ الوصول. إحنا استقبلنا النادي الأهلي على الطيارة، متابعين كل التفاصيل. ده عظيم. وانا من قبليها بيوم كمان احنا استقبلنا كابتن سمير عدلي ورتبنا الاقامه ورتبنا الملعب ورتبنا الامن. فانا اعتقد انه ما قامت به السفاره هو جزء بسيط في منظومه كبيره جدا مطلوب منها انها تنتهي ان شاء الله بفوز مستحق للنادي الاهلي ويؤهل النادي الاهلي ان شاء الله للدور القادم. معالي السفير، شفت في حديث حضرتك وكلمات حضرتك مع الكابتن محمود الخطيب ان الشق او النادي الاهلي مش رمز رياضي فقط، حضرتك بتتكلم على الدور الوطني للنادي الاهلي، قيمه ومكانه النادي الاهلي وقيمه ومكانه الكابتن محمود الخطيب. بالظبط بالظبط. انا دايما اقول ان النادي الاهلي ما هوش مجرد نادي كوره، النادي الاهلي هو ده هرم من اهرام الرياضه في مصر. والهرم مش عايز اقول بقى يعني ان احنا بنتكلم على اهرامات، ولكن انا حاطط هرم النادي الاهلي بالفعل، وهو رمز النادي الاهلي حاطه عندي هنا في البيت وموجود دائما. وانا يعني بدون تحيز للنادي الاهلي، انا مش متحيز للنادي الاهلي على قد ما انا متحيز لشخصيه النادي الاهلي اللي بتقدر انها ترفع بالفعل علم مصر في كل محفل رياضي موجوده فيه. بنسعد بهذا العمل. انا سفير مصر في جنوب افريقيا، ودايما بقول الاهلي سفير الرياضه المصرية في العالم أجمع. النادي الأهلي هو أكبر النوادي العالم حصولا على البطولات. النادي الأهلي هو تاريخ مصر اللي بيؤرخ ليه
ببداية رياضة كرة القدم بالفعل. معالي السفير، حرص حضرتك على تواجد جميع افراد اسره حضرتك ممثله في زوجة حضرتك وابن حضرتك ان هم فرحه استقبال الكابتن محمود الخطيب ومسؤولي النادي الاهلي. انا لو اقدر اجيب قد يعني اسرتي دي اسر كمان هجيب، لانه الناس بجد وحضرتك شفت هنا قد ايه كل الناس كانت حريصه انها تبقى موجوده في استقبال كابتن محمود والحفاوه اللي بيستقبل بيها، واعتقد ان ده مش غريب عن الكابتن محمود ولا على النادي الاهلي. معالي السفير بقى، عايزين نطمن جماهيرنا من خلال قناة النادي الأهلي آخر استعدادات، آخر ظروف فريق النادي الأهلي في المواجهة القادمة، استعدادنا لدخول المباراة ودخول جماهير النادي الأهلي. حضرتك تابعت النهاردة التدريب، تدريب جدي، اللعيبة كلها على أعلى مستوى من الالتزام والانضباط، وجود كابتن محمود فارض نفسه على الملعب، فارض نفسه على اللعيبة، على الأداء الإداري كله. الجمهور المصري إن شاء الله يتواجد في ملعب المباراة إن شاء الله لدعم النادي الأهلي والشد من قدر اللعيبة. إحنا خصصنا جزء خاص في المدرجات بالفعل للنادي الأهلي، لجمهور النادي الأهلي وجمهور مصر اللي هيجي يشجع النادي الأهلي، وأعتقد أنه الترتيبات كلها تمت على خير وجه لاستقبال الجمهور والنادي إن شاء الله. معالي السفير برضو من خلال حضرتك عايز اطمن على حديث وسائل الاعلام والصحافه في جنوب افريقيا عن المباراه وشايفين المباراه ازاي. الاعلام هنا يعني عاوز اقول لحضرتك ان النهارده الخبر الرئيسي ان الاهلي هيتاهل الى الدور القادم، وان شاء الله يعني هم بيقولوا ان الاهلي هيتغلب 2-1، انا بقول الاهلي هيفوز ان شاء الله يعني في هذه المباراه. مش عاوز اقول النتيجه، انا مش يعني مش خبير، ولكن اعتقد ان شاء الله ان ربنا معانا والنادي الاهلي بالتزامه وجديته هيحقق الفوز ان شاء الله. معالي السفير، الدور متواصل ليس مع فريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي فقط، لا دور حضرتك ايضا والمسؤول السفاره المصريه مع الجاليه المصريه وتجميع الجاليه المصريه لحضور المباراه. بالفعل يا فندم، احنا كلمنا الجاليه وزمايلي في السفاره، قنصل السفاره اللي على تواصل مع الجاليه دائما كلم ابناء الجاليه المصريه، وهو قبل ما يكلمهم هم اتصلوا بيه، كلهم بيسألوا على التذاكر وبيسألوا على التحرك إلى الاستاد. احنا بالفعل تم الاتفاق مع 3 أوتوبيسات صغيرة لنقل الجمهور من أبناء الجالية اللي هيرغب ان هو يروح الاستاد، هيتجمعوا في السفارة هنا وهينطلقوا من أمام السفارة إلى ملعب المباراة هيتواجدوا. وأنا دايما بقول انه مهما كان العدد ما هواش يمكن يكون كبير أو يوازي العدد بتاع الجمهور اللي هيبقى موجود من سان داونز، ولكن بحماسنا وروحنا ورغبتنا في ان الاهلي يفوز ان شاء الله هيبقى تشجيعنا مسموع لغايه مصر ان شاء الله. معالي السفير، اخيرا سمعنا ان في اتصالات تمت مع يعني افراد من الجاليه المصريه والعربيه الموجوده في الدول المجاوره سواء من موزمبيق او من زامبيا لحضور اللقاء، يعني عايز حضرتك توضح لنا هذا الامر. والله يا فندم يعني انا مش عاوز اكد انه في التحرك، لانه برضو جنوب افريقيا المسافات بعيده جدا فيها، ولكن انا اؤكد لك انه من يستطيع ان يحضر لن يالو جهدا ان هو يحضر، وهيحضر ماشيا على رموش عينيه زي ما بنقوله، لانه النادي الاهلي يستحق ان الواحد يعني يمشي له بالاميال. معالي السفير، بشكر حضرتك، ان شاء الله نبارك لبعض ان شاء الله بعد عقب نهايه المباراه وفوز وتاهل النادي الاهلي ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، كتر خيرك. كل مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع معالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه بجنوب افريقيا. قال كل الترتيبات، قال كل الامور، وزي ما قلت لحضراتكم استعدادات تجرى على قدم وساق من مسؤولي السفاره المصريه من اجل تيسير كافه الامور على فريق النادي الاهلي. جلسات يعني مستمره ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومعالي السفير شريف عيسى. زي ما قلنا كل الامور مهيئه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي يحقق انتصار والصعود الى مباراه النصف النهائي. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي وبمشيئه الله الصعود يوم السبت القادم بمشيئه الله. انتهى عند الظهر الساعه 7:20. طيب رجعنا مع حضراتكم مره اخرى، خلينا بقى نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم فنيا عن هذه المباراه وكيف يمكن ان يلعب نادي سان داونز مع النادي الاهلي يوم السبت القادم ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، كيف سيلعب نادي سان داونز في هذه المباراه من وجهه نظرك؟ طبعا من وجهه نظري فريق، اولا فريق كوره تلعب كوره مبدئيا عشان نبقى عارفين، مدرب عنده خبرات 6-7 سنين مع فرقه اذا حافظهم وعارفهم وكده. الغريب عليه ان هو لاول مره في التصفيات يخسر، لان هو خسر من الاهلي 2-0. هذه المباراة فاصلة بالنسبة له. أيوه. مش موضوع مباراة عادية. أكيد
هيفكر ازاي؟ هو خسر تقريبا من اول ماتش من بطل. لا في المجموعات لا، في المجموعات لا. اه لا المجموعات لا، بنتكلم في المجموعات يعني. اه لا لا المجموعات لم يخسر اي مباراه. اه يعني هو الوحيد في الثمان فرق اللي لم يخسر. دوري ال 64 اتغلب ماتش. لا في المجموعات. لا في الدوري المجموعات. لا في المجموعات ما اتغلبش. لا ما خسرش ولا مباراه. كسب ماتش بره ملعبه وتعادل ماتشين بره ملعبه. اي يعني المهم ما خسرش. فالمهم نيجي نقول بيلعب بهذا الاسلوب. هيلعب بايه؟ نمره واحد هفكر ما يخشش فيه جوال، لان الجول فيه يكلفه كتير، يكلفه انه لازم يفكر في اربع اهداف، لان هو دلوقتي عايز هدفين ويفكر في ضربات ترجيح ان امكن او هدف كتفكيره يعني. فلابد ان هو هينزل هيهاجم من اول مباراه من اول دقيقه. ايوه هتلاقي طوفان من الهجوم من كل الاطراف وخصوصا الجانب الايمن الجانب الايسر عندنا، ده هيكون اسلوبه مع تامين الدفاع بتاعنا، تامين الدفاع بتاعه هو على اساس على امل ان هو يحاول يسجل هدف في بدايه المباراه وتقربه للنتيجه. أيوة. لان تسجيل هدف تقربه للنتيجه، وتسجيل هدف عليه تبعده عن النتيجه. هدف يساوي اربعه، لان عشان يجيب اربع تجوال هتبقى العمليه صعبه قوي. فالعمليه هو اذا كانش يحسبها باتزان وهو شاف فرقه النادي الاهلي وعارف فرقه النادي الاهلي، ومش موضوع ان هو هيشوفها في التمرين او هيشوفها في كده هناك. انت عارف هم بيتمرنوا في ملاعب الجامعه. النادي الاهلي ملاعب الجامعه دي هناك مثلا ال 18 ملعب ملزقين في بعض، لا منهم مسافات كده، لكن ملاعب كلها خضراء وكلها مستويه، ملاعب مخدومه، ودي دايما هي اسمها للجامعه لكن بتتاجر للفرق انهم يروحوا يتمرنوا هناك. فملاعب على مستوى عالي جدا، حتى لو بيشوف الفرقه ولا كده لن يغير شيء، هو شاف الفرقه في مباريات، والمباريات هي المعبر الاساسي لاي فريق ان هو عاوز تتفرج عليه اتفرج عليه في مباراه. التمرين مش هتقدر تاخد منه حاجه، والكلام اللي بيتقال لو احنا حتى قلنا 100 كلمه هو مش هيستفيد من كلامنا، ان هو احنا بنتكلم ونقول وجهات نظر. طب احنا لو بتاعنا لعب ازاي والشمال راح فين واليمين صار، كل الكلام ده كلام نظري، ولو كلمنا المعد بتاعنا هيبينقل لنا برضه نظري. في النهايه هو المدرب واللعيبه قد ايه هينفذوا كلام المدرب. هو بقى مشكلته ان هو لازم يلعب على اتزان، اذا كان بيلعب هيلعب باتزان على اساس ان هو خايف يخش فيه اهداف، في نفس الوقت بيفكر انه يسجل هدف عشان يكون يقرب لنتيجه المباراه احسن ما يبعد عن نتيجه المباراه. طيب هل موسيماني من الممكن ان هو يفكر يلعب بالضغط العالي على النادي الاهلي من الامام، ولا هينتظر في وسط الملعب؟ هيعملها ازاي؟ لا هو هيتكلم على الشكل العام. هو لعب عندنا في بدايه المباراه اول 10 دقائق ضغط على النادي الاهلي في نص ملعبه. تمام. وبالتالي عمل لنا ربكه، لان احنا مش متوقعين ان هو يهاجمنا، متوقعين ان هو يلعب نص ملعب. وبالتالي في اول 10 دقائق ضغط علينا وعمل كورتين مكررين من نص الملعب لنص الملعب اللي في ناحيه اليمين، عملها في المساحه الخاليه اللي ورا ياسر وورا محمود. راس الحربه سرينو انفرد بالشناوي، لولا الشناوي ما شاء الله كان يقظ جدا قدر يطلع الكورتين اللي اتلعبوا صوره طبق الاصل. ايوه في الاول 10 دقائق. وبالتالي هو عمل دي كويس، وبعدين ابتدى يقابلنا من نص الملعب. بعد كده طول الماتش ابتدى يقابلنا من نص الملعب. لو احنا في الشوط الاولاني كانت حالتنا زي الشوط الثاني كنا قدرنا نهزمهم اكتر من اثنين، كنا قدرنا نحرز اهداف في الشوط الاولاني. انما انا متوقع ان هو هيضغط علينا من بدايه المباراه. التحفظ مش هيجي في بدايه المباراه. البدايه لازم هتبقى هجوميه، لانه عارف ان هو لازم مؤازره الجمهور معاه، وان هو بيلعب في ملعبه، وانه مغلوب بهدفين في القاهره، لازم يعوض جون بدري عشان يوصل لنا الربكه ويوصل لنا المشاكل. فبالتالي انا متوقع ان هو يلعب مهاجم في نص ملعبنا ويضغط علينا. لازم نبقى احنا متوقعين دي ومأمنين نص الملعب ومأمنين المدافعين بطريقه جيده، بحيث نقابلهم احنا من نص الملعب في ربع ساعه عشان نتحكم في وتيره المباراه بعد كده. لو فوتنا ربع ساعه الاولانيه اللي فيها الضغط علينا
هنقدر نمشي وتيره المباراه زي ما احنا عايزين، نقدر بقى نهاجم من ناحيه علي معلول واجاي لو هم ناحيه الشمال، ومش عايزين نتكلم على النادي الاهلي، نقدر نهاجم من عند احمد فتحي من الجناب، وظهر ان عندهم خط في خط المدافعين عندهم مشكله جدا في الاثنين المساك والاستوبر عندهم مشكله، ودي طبعا استغلناها في الشوط الثاني جدا جدا، فبالتالي ربع ساعة لو فوتناها نقدر نضغط عليهم بعد كده من نص ملعبهم، لأن احنا مش هنقدر نلعب مدافعين طول الماتش، لأن لو لعبت مدافع طول الماتش ومن نص ملعبك أكيد هيجي فيك أهداف وهيبقى فيه أخطاء، ربع ساعة بس نفوتها الأولانية وبعد كده نمشي الماتش زي ما احنا عايزين. كابتن عادل، أهم نقاط الضعف والقوة المتواجدة في نادي صن داونز؟ يعني احنا لو اتكلمنا على أهم مناطق، اتكلم على القوة الأول في الثلاثة الفراودة اللي أفتكر إنه يلعب بيهم، هو لعب هنا في مصر باتنين فراودة أو بواحد تحت واحد اللي هو لعب بيه سريانو وزواني. أنا أفتكر إن فيلا كازا ممكن يطلع يلعب ثالث معهم كثالث في وسط الملعب، دي القوة بتاعتهم. في الإيروغواني طبعا اللي هو بيلعب ناحيه الشمال اللي هو عنده سرعات وعنده الترنات ذكاء وذكاء وترناته سريعه قوي، وبعدين عنده سرعه بيحط جسمه كويس قوي، يمكن هو اول 10 دقائق او اول ربع ساعه في مصر هددنا كتير قوي. الحته الثانيه عندهم دي اللي انا كنت شايف ان هي كانت نقطه ضعف لكن حسنوها كويس قوي، بالبرازيلي سيرد باك البرازيلي اللي بيلعب كوره حديثه، بيلعب كوره فيها فكر، فيها توقع، فيها انقضاض، عمل مباراة كويسة جيدة هنا في مصر، ولكن أنا أقدر أقول لك دي من ناحية الـ 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 الحاجات الكويسة اللي عندهم. عندهم في نص الملعب موبوي وجالي وتيكان برضو من اللعيبة اللي تقدر تقول عليهم بيعرفوا يتحركوا، بيعرفوا يعملوا الباص، لكن هناك عندهم حال وهنا حال تاني، يمكن عندهم يلعبوا هيبقوا طف شويه او عندهم سرعات لقدام او الجري اللي قدام. اهم ضعف عندهم من وجهه نظري الحته اللي ممكن نستغلها كويس الاطراف، لان الضغط من فوق اللي بيعمله اي فرقه في ملعبها اللي متاخره بهدفين هتعمل ضغط مبكر زي ما الكابتن ابراهيم قال، هينزل يعمل ضغط عليك، هتستغل اول حاجه في بدايه المباراه تستغل الطرفين، لان الطرفين اكتر حتت اللي بيبقى فيه عندهم تهور، الظاهرين عندهم بيطلعوا الاثنين مره واحده، يمكن انا شفتهم حتى في لما دخل فيهم الجون الاولاني عندنا في مصر وبدا ودخل فيهم الجون الثاني لقيت الاثنين طالعين كده. يا كابتن اسلام انت كنت بكره وعارف ان طالما الظهير بتاعك طلع الناحيه الثانيه الشمال انت بتدخل جوه شويه عشان بتقفل عشان تبقى ثالث، لكن الاثنين لقيتهم الاثنين بيطلعوا، فانا افتكر ان هتزيد معاهم الامر ده علشان الكره ياخدوا الكره الثانيه عشان الانقضاض وياخدوا الكره الثانيه، علشان كده بقول احنا عاوزين سرعات نلعب في الاطراف، دي اهم نقطه لانهم عندهم الضعف. يمكن انا مش عاوز اوضح الامور ولكن انا بكلمك على حته ان هم ضعفهم في الاطراف الدفاعي، قوتهم في الاطراف الهجومي، الحته اللي ممكن يعني تتعبنا شويه في حته الحته البينيه الطوليه، الباص الطولي. اقدر اقول لك ان الباص الطولي عندهم هي دي القوه اللي عندهم قويه جدا، بيلعبوها على طول، يمكن جابوا 40% من اهدافهم اللي جابوها بكره طوليه في القلب في كل الفرق، يعني بيكرروها كتير. طبعا كان المفروض نتكلم ونقول احنا نعمل ايه عشان نعمل لهم ايه وكده، لكن انا بكلمك على القوه بتاعتهم. والسؤال على سان داونز. السؤال على سان داونز. طيب شوف خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات سان داونز ونرجع نكمل مع حضراتكم. اقترب موعد مباراه الاهلي وسان داونز المصيريه التي ستجمع بينهما عصر السبت المقبل في جنوب افريقيا ضمن مباريات العودة لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث رفع بطل جنوب إفريقيا درجة الاستعداد القصوى لمواجهة المارد الأحمر، وحرص مسؤولوه على حشد الجماهير قبل أيام من انطلاقة المباراة بعد أن تم اتخاذ قرار بالسماح لأي مشجع يرتدي تيشيرت الفريق ذات اللون الأصفر بدخول مباراة الأهلي عصر السبت المقبل في أيام دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالمجان. لجأ مسؤول سان داونز لهذه الفكرة من أجل زيادة عدد الجمهور في اللقاء المرتقب
وهو ما يؤكده مسؤول النادي الجنوب إفريقي بأن استاد لوكاس موريبي الذي سيستضيف المباراة سيمتلئ على آخره بالجمهور من أجل تشجيع الفريق في المباراة الهامة التي ستحسم التأهل للمربع الذهبي في بطولة إفريقيا بعدما سبق وأن فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة حمل التوقيع علي معلول. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لتقليل من مهمة فريقه حيث أكد أن لاعبيه لديهم القدرة على تسجيل هدفين في شباك الأهلي. أضاف في تصريحات صحفية اليوم: إذا سألتم ريني فايلر إذا كان يستطيع تسجيل هدفين في بريتوريا سيقول نعم، لأنه لو قال عكس ذلك سيغضب منه المسؤولون في الأهلي. أردف قائلا: إنها الأمر نفسه، لو قلت إنني لا أستطيع تسجيل هدفين سأخسر وظيفتي، أنا أحتاج للإبقاء على وظيفتي، سأقول إننا نستطيع تسجيل الهدفين، أحيانا نسجل ثلاثة أو أكثر في مباراة واحدة، سجلنا 11 مرة لذا نستطيع تسجيل هدفين. أكد موسيماني: سنلعب بنفس طريقتنا لأن تلك هي فلسفتنا، برشلونة يلعب كل أسبوع بطريقته وكذلك الأهلي، لا فارق تكتيكي بين فريق الأهلي العام الماضي والعام الحالي، يمكنني قول ذلك لأنني مدرب وأستطيع إثبات ذلك. أكمل قائلا: الأهلي يلعب بنفس الطريقة، أنا لا أستطيع تغيير طريقتي، الأهلي ضغطنا للخلف كثيرا، كان علينا حماية مرمانا، الأمر كان سيصبح مختلفا لو سجلنا الفرصة التي سنحت لنا في أول 20 ثانية من مواجهة الذهاب. كابتن فتحي بكاري جسامة، واحد من الحكام اللي انا بشوف ان هم من افضل الحكام في افريقيا، ولكن يمكن هو حظه سيء معانا خلال الايام او البطولتين الاخيرتين. ما هو المطلوب في مثل هذه المباريات؟ هجاوب على بكاري بجسامة، بس عندي نقطه وهجاوب على حضرتك. اولا مبدئيا اذا كنتش تاخد بكاري جسامة كصديق ما تاخدوش كعدو في الملعب. إذا كنتش تقدر عليه كاللعيبة ما يقدروش ياخدوه كصديق لهم، ما ياخدوهوش عدو. يعني مش من أول مباراة أحاول أحتج عليه أخش فيه أتكلم كده كده. أنا أنا بتكلم يا كابتن إن هو واحد من أفضل الحكام في أفضل وغير موفق مع النادي الأهلي. بقاله سنتين ما بياخدش بعد مباراة الوداد والترجي أو الرجاء والترجي نهائي أفريقيا. لو تاخد بالك هو نزل بعد شوي، وبالتالي هو عايز يرجع الوداد والترجي، هو عايز يرجع تاني. فممكن يرجع هتبقى من بوابه ايه؟ من مثل هذه المباراه. انا وجهه نظري اللي هو عاوز يرجع، وهو ما تفتكرش ان هو مش حاسس ان جه في يوم من الايام، الله اعلم وربنا العالم بالنيات، هل هو موفق ولا غير موفق في القرارات اللي كانت دايما قراراته ضد النادي الاهلي في اكتر من مباراه. فاحنا كنادي اهلي بناخد بكاري بسام انه ضدنا، ممكن فرقه تانية بيقول لصالحهم، ممكن هو بقى من نفسه يفتكر شايف ان هو صح، بس ده بيبقى تقدير. كل اخطائه في التقدير، والتقدير هي اللي بتثبت الحكم. يعني مش ان انت الماتش 90 دقيقه ده مع الزمن، القرارات التقديريه هي القرارات اللي بتقول الحكم ده كويس ولا الحكم ده وحش. تمام كابتن فبكاري هيثبت في الماتش ده لا يا جماعه، لان هو اكيد بيشوف الماتشات وشاف ان هو كان كل قراراته التقديريه ضد النادي الاهلي صالح اي فريق ايا كان، فاكيد هيراجع نفسه ويركز اكتر ويبقى قريب من الكره اكتر. تمام. عشان احنا عاوزين واحد يدينا حقنا. كابتن ابراهيم، ابرز النصائح اللي حضرتك بتوجهها للاعبين، وبعد كده اخد الجهاز الفني من كابتن علي. البدايه ضبط النفس اولا، الجمهور هيبقى بيؤازي صن داونز طول الخط، الشحن واضح جدا من البدايه ان هم شحنين الجمهور علينا جامد جدا، وانا سامع ان في كمان هيدوا تذاكر مجانيه للناس عشان يشجعوهم ان هم يحضروا، نظرا برضو لان هو
ما مش ماشي كويس في الدوري المحلي، وبالتالي المشجعين بتاعه قليلين جدا، فهو عايز يشجع الناس انهم يدخلوا. فانا بقول للعيبه ضبط النفس، ولازم نهدي اللعب في بدايه المباراه، ولازم يبقى في اتزان نفسي طول المباراه. احنا هدفنا ان احنا نطلع باحسن نتيجه عشان نتاهل ان شاء الله باذن الله. انا ما بقولش قبل النهائي، لا انا بقول برضه للنهائي، لان صن داونز من اجمد الفرق الثمانيه اللي موجودين في البطوله. يبقى كل الكلام المدير الفني يقوله لازم، والجهاز الاداري اللي موجود، حته العامل النفسي دي مهمه جدا جدا في الماتشات دي، وحته الخبرات الافريقيه اللي موجوده عند اللعيبه لازم تظهر في المواقف اللي زي دي. المواقف اللي زي دي محتاجه اتزان نفسي، محتاجه اللعيبه الكبار يبقى اعداد نفسي عالي للفرقه كلها، للفرقه كلها. لازم والجهاز. كل الناس عندهم الضبط النفسي ده، وبالذات في بدايه المباراه، والتعامل مع الجمهور والتعامل مع اللعيبه داخل الملعب. لو حصل اي فاول اي حاجه بنقوم اللعيب، مفيش احتجاج على الحكم، لازم نكسب الحكم في صفنا. الحكم، السؤال اللي انت سالته للكابتن فتحي، الحكم يهمه انه يرجع للساحه الدوليه باحسن وجه، فيهمه ان هو اخطائه ما تبقاش كتيره، ويهمه ان الماتش يطلع في مستوى جيد. فيبقى ان شاء الله باذن الله اللعيبه على قدر المسؤوليه وعندهم من الخبرات انهم يمشوا الماتش بطريقه جيده، وان شاء الله النتيجه تبقى لصالحنا باذن الله. كابتن عادل، اخيرا الجهاز الفني من وجهه نظرك لو هتديله نصايح هتقول له ايه؟ يعني انا شايف ان هو قبل النصيحه، انا شايف ان هو عمل اللي عليه كويس قوي. يمكن الجهاز الاداري اولا وفر الراحه التامه للعيبه وسفرهم بدري جدا عشان يتغلب على الامور. عندك الوقت كافي قوي انك انت تقدر تعمل نظرات، حصص نظريه كتير قوي وشرح للفرقه صن داونز كتير قوي، والفكره اللي انت بتلعب بيها. وانا مش عايز اتكلم على الفكره، انا بس بقول لك ان هو يعمل اللي هو اللي في دماغه كجهاز فني، يعمل اللي هو شايف هو ادرى واحد بلعبته، هو ادرى واحد بجاهزيه كل لاعب. بالظبط اللعيب اللي انت مقتنع ان بتحسن. هو اللي هيعديك الـ 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 النقطه دي. عايزين ان شاء الله المباراه تعدي علينا بهدوء وبسلام. حته بكاري جسامه والحاجات دي، انا عايز اقول ان 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 اللعيبه نفسها ما تدلوش فرصه انه يعمل فينا حاجه، لانه انا متاكد تماما، وانا بجزم، ودي على مسؤوليتي انا، ان بقالنا النادي الاهلي بقاله فتره كبيره قوي التحكيم الافريقي بيظلمه، وبيظلمه كتير قوي، دي حقيقه يعني، ومش عشان انتماء للنادي الاهلي، لكن ده اللي انا بقوله، التحكيم الافريقي بيظلم النادي الاهلي. فاتمنى الجهاز الفني ولاعيبتنا ما نديش فرصه لاي حكم يعمل معنا حاجه. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي، شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم، شكرا جزيلا يا كابتن عادل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله يوم السبت هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه الواحده عفوا، لنقل كل كواليس ما يحدث قبل بدايه مباراه النادي الاهلي، مباراه الاياب في دور الثمانيه ما بين النادي الاهلي ونادي صن داونز. المباراه طبعا هتبقى الساعه 3 بتوقيت القاهره، فبالتالي هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه الواحده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله انتظرونا يوم السبت قبل مباراه النادي الاهلي ونادي صن داونز في اياب الدور النصف او الدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. اشكركم وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم في السبت.